سلام وأسامة أبو حسن. مسك وأسامة، لو سمحتوا بنطلب منكم إنكم تبدأوا ببرنامج استكشاف العلوم اليوم، تفضلوا. إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا بالجميع. أنا أسامة أبو حسن، الصف الأول ثانوي مدرسة الصلاحية. إن شاء الله اليوم أنا ومسك حابين نعمل أو نقدم هذا الحلقة إن شاء الله، به استكشاف العلوم. فبسم الله نبدأ. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء سر الحياة، إذ يشكل 71% من مساحة الكرة الأرضية، ويعتبر أساس الأمن الغذائي وعنصر أساسي في بنية الأرض، ووسط مهم لعيش الكثير من الكائنات الحية، وله أهمية كبيرة في تطوير الصناعات، ووجوده كان سببا أساسيا لنشوء الكثير من الحضارات. وبناء على ما سبق، فإن غياب الماء أو نقصانها يعني الموت والدمار، ومن هنا دأب الباحثون على مدى السنوات الماضية على إيجاد الحلول لمواجهة مشاكل تلوث المياه بفعل التطور الصناعي والاستخدام المتزايد للنفط. وقد تمكن بعضهم من اختراع تقنيات باستخدام التكنولوجيا النانو تمكن للعالم من التغلب على مشكلة تلوث المياه، مثل الدكتور نشأت نصار العالم القدير في موضوع تكنولوجيا النانو. لكن ما هي هذه التقنية؟ في أي أحد يعرف عن هاي التقنية عشان يقدر يستفيد؟ أوكي تمام، عنده المايك. أنا راح بس أم لا إنه بس يكتب بالشات عشان يعرف. بلش بلش يا أسامة. تمام خلاص، أنا راح أشرح حاليا عن النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي هي القدرة على تصنيع مواد نانونية جديدة بتستخدم في معالجة المياه السطحية والمياه الجوفية والمياه الصرف الصحي الملوثة، بيونات المعادن السامة والمحاليل العضوية والغير عضوية، بالإضافة إلى الكائنات الدقيقة، نتيجة نشاطها الفائق الفريد تجاه التخلص من الملوثات المدمرة. تقع العديد من المواد النانونية تحت نطاق البحث النشط وتطوير بهدف استخدامها في معالجة المياه. واليوم استضفنا بروفيسور نشأت نصار الكريم، وهو أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة كالجري في كندا. حصل على العديد من الجوائز العلمية، ونشر أكثر من 100 بحث في مجلات علمية محكمة، وألف العديد من الكتب، وسجل 5 براءات اختراع، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية، وأسس مختبرا علميا مرتبطا بالصناعات وأبحاث النانو، وكمان عمل بحث عفوا فرق بحثية تركز على تطبيقات النانو في المجال الطاقة والبيئة. واليوم إن شاء الله المحاضرة راح تتحدث عن التحديات المتعلقة بمعالجة المياه الصرف الصحي كارتفاع تكلفة الاستثمار وضعف الكفاءة. كما تتحدث المحاضرة عن كيفية دمج تقنية النانو في العمليات التقليدية لتحسين مستوى كفاءتها، كما تتعرض إلى مراحل تطور تقنية النانو في هذا المجال. مرحبا دكتور نشأت. أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا في هاي المقدمة، وسعيد جدا أشوف الطاقة الشبابية اللي هنا إنها صار عندها اهتمام موضوع مش بس بالنانو، الأهم شيء بالمياه، وهذا اللي راح يكون موضوعنا إن شاء الله إن شاء الله اليوم. فشكرا على المقدمة. إن شاء الله. كمان أيضا لدينا الدكتور يوسف خليل المغير، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كوينبرا البرتغال، تخصص هندسة المياه والبيئة، وحاصل على الماجستير في هندسة الهيدرولوجية من إستدلف هولندا، والبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا. الدكتور يونس المغير يعمل الآن أستاذ في هندسة موارد المياه والهندسة البيئية في كلية الهندسة جامعة بغزة. لديه أكثر من 18 عاما من الخبرة الأكاديمية، بما في ذلك التدريس والبحث والتطوير في الجامعة الإسلامية والجامعة فلسطين. الاهتمامات البحثية للبروفيسور المغير هي نمذجة المياه الجوفية ومراقبتها، إدارة موارد المياه وتحلية المياه، تجميع مياه الأمطار وإعادة ترشيحها، المراقبة البيئية وتقييم الأثر البيئي. الدكتور يونس المغير هو استشاري أول في هندسة المياه والبيئة، ولديه أكثر من 26 عاما من الخبرات الفنية والإدارية الواسعة في فلسطين.
تغطي خبرته مجموعة واسعة من الموضوعات في الدراسات البيئية والاجتماعية والتصميم الهيدروليكي وتخطيط الموارد المائية والتخطيط الاستراتيجي البيئي وحماية المياه الجوفية. شكرا لك. مرحبا دكتور يوسف. حط ميوت الدكتور. تحط دكتور ميوت. أهلا وسهلا، أنا دكتور يونس المغير. يونس ويوسف يعني سعيد جدا أنا أكون معكم في هذا اللقاء اللي يعني فعلا طلابنا وطالباتنا في المرحلة الثانوية يكون لها اهتمام في موضوع المياه. زي ما حكى الدكتور نشأت، موضوع المياه كثير يعني يحتاج إلى أبحاث، خصوصا فلسطين وفي غزة محتاجين هذه الأبحاث لأنه عندنا مشكلات كبيرة جدا تتعلق في مصادر المياه. إن شاء الله هنشوف هذا الكلام. إن شاء الله. حياك الله دكتور. طيب تفضل دكتور نشأت في البرزنتيشن تبعك. طبعا في البداية شكرا على أنكم استضفتوني للمرة الثانية لأحكي عن شغلنا بتكنولوجيا النانو. احنا في عنا بحاول انه يعني انا اسف اني كاتب البرزنتيشن باللغه الانجليزيه بس لانه هاي اللغه اليوميه لنا هون، ولكن ان شاء الله هعمل جهدي انه يكون الشرح بالعربي، واذا في اي ضبابيه او فاعذروني لانه يعني صار لي 20 سنه هون وكل الشغل وكل الكلام بالانجليزي. ف I'll do my best ان شاء الله انه يكون الموضوع شيق وله علاقة بالأجيال الصاعدة، ومع ذلك كمان أنه ركزت على أشياء لها علاقة بفلسطين، يعني أنه أشياء مشاريع إحنا عملناها بفلسطين، معظم مشاريعنا هي لها علاقة بالطاقة والبيئة، فخليت موضوعي اليوم اللي له علاقة بالمي. وطبعا الأشياء الموجودة هون هي عبارة عن خبرات وجهود يعني بحثية مش فقط محدودة للأشياء اللي بنعملها هون في كندا، ولكن الأشياء تنعمل يعني أو ممكن تنعمل بأي منطقة بالعالم. عشان كده ركزت إنه من الكفر بيج اللي أنا حاطه هون طاقة بيئة وماتيريال أو خلينا نقول مواد، يعني من الصورة اللي أنتم شايفينها على اليمين نهتم بمواد نانونية عشان نطلع سيف أويل، في نفس الوقت نكون حريصين على البيئة. قبل ما إنه أنا سعيد جدا بالإنترودكشن اللي أنتوا قدمتوها يا مسك وأسامة، good job. وأنا على فكرة أول كم من سلايد حاطتهن عن موضوع نسبة المي ونسبة اليابسة على كوكب الأرض، ولكن قبل ما أتطرق لهذا الشيء خلينا كلكم وين أنا من وين جاي. أنت حكيت بالموضوع أنه أنا بين جامعة كالجاري، بس إحنا موجودين بكندا بولاية اسمها ألبرتا، أنا بمدينة اسمها كالجاري، من هون أجا اسم الجامعة جامعة كالجاري. مدينة كالجاري تعد تقريبا 1.5 مليون عدد سكان. الولاية إن جنرال مشهورة بالأويل اللي هو البترول والغاز، عشان هيك معظم الأبحاث هون تتعلق باستخراج الأويل والغاز كمان لأنهم بيستخدموا المي كتير، فهنا أجا موضوع الاهتمام بموارد المياه حتى نعمل التوازن إنه إحنا بدنا طاقة بس في نفس الوقت بدناش ندمر البيئة. كالجاري مشهورة كتير كمان في ريفر بقصها من النص اسمه البو ريفر، وهنا صورة مأخوذة للداون تاون وشايف انت النهر بمر من خلالها. هنا جامعة كالجاري وانا موجود بكلية الهندسة او عفوا كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية والبترولية. بالنسبة للجامعة، جامعة كالجاري من التوب 10 في كندا، مشهورة كتير بكليتين، الأولى اللي هي كلية الهندسة وبالأخص الهندسة الكيميائية والبترولية عشان طبيعة البلد أويل أند غاز،
وكلية الطب، والكلية الثالثة اللي هي كلية البزنس. طيب هاي الانترودكشن بس just to let you where I'm coming from. الآن لما حكى وسامة أعطى الانترودكشن حكى عن خلينا نقول الكوكب الأزرق زي ما انتم شايفين هنا من الصورة الأرض، وحكى كمان بالنسبة للنسبي قديش في عنا مي قديش في عنا يابسة. إذا بنطلع اللي أخذ الاسم البلو بلانيت من كثر كمية المياه الموجودة في هذا البلانيت، إذا كان هذا البلانيت فيه تقريبا فوق 70% مي، ليش لعاد العالم بيعاني من مشكلة مياه وشح في المياه؟ يعني هذا البلانيت إز غني جدا بالمياه، وين المشكلة العاد؟ وليش لما بتنظر أنت سواء أنا منطقة بالعالم الكل بيقول لك إنه عندنا مشاكل بالمياه. فلما نيجي نحكيها من ناحية المنطق هذا شيء غير معقول، أو بالإنجليزي بنسميها doesn't make sense، إنه أنا عندي 70% مي وفي نفس الوقت بحكي أنا عندي مشكلة مياه. إذا نظرنا الأمور بتعمق نكتشف إنه صح إحنا عندنا مياه، ولكن هاي المياه أوكي غير صالحة للاستعمال المباشر، لأنه إحنا بنركز عليها استعمال المياه ليس فقط للشرب. في الدول المتحضرة المياه تلعب دور أساسي بالصناعة، فهون الصناعة الشرب الاستهلاك اليومي بيعتمد على 3% اللي هي بنسميها الفريش ووتر. فلو اطلعنا على الفريش ووتر عملية الوصول لإلها صعبة، الكمية محدودة، والأهم من هذا كله لو بدنا نطلع هي موجودة في مناطق معينة وليس متوفرة بكل المناطق باليابسة بالكرة الأرضية. وهنا أجا موضوع خلينا نسميه أنا الصراع على المي، وكيف إني أقدر يعني أحصل المي طريقة أولى. الطريقة الثانية إنه إذا ما قدرت أحصل على هاي المي هل بقدر أطلع تكنولوجيا إعادة تدوير مياه أو استخراج مياه من المياه السولت ووتر اللي هي المياه المالحة. طبعا هذا كله برجع باك لموضوع إنه العملية مش راح تكون إنه رخيصة، راح يكون في عنا هون بدنا طاقة وبدنا في نفس الوقت إنه تكنولوجي. يعني قد تكون الطاقة متوفرة زي ما أنتم شايفين في بعض مناطق بالمنطقة الوطن العربي عندهم طاقة ولكن ما عندهم التكنولوجيا. طيب فدائما الطاقة لحالها غير كافية، بدك تكنولوجيا، وحتى تجيب التكنولوجيا الأهم الأساسي لإلها إنه لازم يكون في عنا معرفة، لازم يكون في عنا النوليدج، والنوليدج هون بدك تسعى لها. صح لأنه قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو بالصين او اطلب العلم من المهدي الى اللحد، وهون بيجي انه بدنا نسعى للنوليدج حتى اننا نطلع تكنولوجيا. وهنا اجى الموضوع لو بدنا نطلع مقارنه بسيطه جدا كيف هاي المشاكل للمياه او مش بس للمياه ان جنرال بالعصر الحديث. يعني لو تطلع بس ارجع لورا بديش اقول 100 سنه ولكن 50 سنه، يعني انا بسميها هاي الباست. وخلينا لو جينا نعمل مثلا مقارنة بين الماضي ونتطلع في الماضي لو بدنا نعمل بروسيس أو خلينا نقول عملية بسيطة لاستخراج مواد، إيش الأشياء كنا نركز عليها؟ أعذروني على الصورة أنا بس هون عن طريق الدعابي. كان الإنسان يعتمد على الأشياء المتوفرة بالطبيعة ويعتمد على الصيد، يعني بالعربي كان يعتمد على ذراعه. الرو ماتيريال أشياء سهلة متوفرة بالطبيعة بتعملها بروسيسنج. لو اخترنا من هاي الصورة اللي عندي أنا هون الأشياء متوفرة، قد يكون أرنب قد يكون غزال، ولكن كان الإنسان يسعى خلف الحيوان.
طبعا كان عنده برودكت اللي هو الطعام تاعه اللي بده ياخذه من الحيوان، وكان اللباس كمان ياخذه من الحيوان. فلو اطلعنا للانسان بهذاك الوقت ايش المخلفات تاعته، كان الاشياء اللي بتكون من نتيجه الصيد، وهي الاشياء كانت قابله للتحليل، صديقه للبيئه، غير ملوثه، غير، فما كان في مشاكل او ما كان في، خلينا نسميها التحدي اللي حاليا موجود معانا. لو بدنا نقارن بالوقت الراهن حاليا ناو، اوكي، كيف الانسان بحصل على الغذاء، او كيف الانسان يقضي وقته او يتعامل مع بروسس. نيجي بنفس مبدا الماضي، الانسان يتعامل مع مدخلات رو ماتيريال. هاي المدخلات قد تكون موجوده في البيئه، اوكي، ولكن ما راح يكون فيها إلها علاقة ب، خلينا نقول، الثروة الحيوانية فقط. صار الإنسان يتوجه إلى أشياء أخرى، هاي الأشياء الأخرى خلقت إلنا منتج، ولكن كمان خلقت لإلنا هاي اللي بنسميها الباي برودكت اللي هو إيش، الويست. يعني في عنا، صار عنا منتج، وصير صار في عنا كمان إيش، مخلفات. هاي المخلفات مع الزمن، لأنه الإنسان ما كان عنده المعرفة وما كان عنده التكنولوجيا، صارت تشكل لإلنا إيش، صار تشكل لإلنا عائق. طبعا هاي المخلفات ليش أجت؟ لأنه الإنسان المتحضر أدخل شيء جديد للعملية. إيش هو الشيء الجديد الإنسان المتحضر أدخله للعملية؟ أدخل نظام العمل، الورك. يعني أنت الآن بتسعى تأخذ، خلينا نقول، تتعلم عشان بدك بكرة تشتغل بالوظيفة تاعتك أو بالعلم اللي أنت اشتغلت له، سواء مهندس، طبيب، محامي، معلم أو أي شيء. صار عندك نظام، الصبح بدي أطلع بدي أروح على الشغل وأجي من الشغل. طب هذا بروح على الشغل وباجي من الشغل، إيش الـ إيش الـ إيش الجديد صار على العملية؟ طب ما هو اللي كان يروح الصيد كان نفس الشيء، ولكن صار جديد على العملية لما أنا بدي أروح على الشغل وأجي من الشغل. صار في مدخول جديد اسمه الانيرجي، الطاقة. إيه؟ وفيك تتخيل معي لو شلنا الطاقة اليوم شو المعاناة راح يعانيها الإنسان. لو شلنا الطاقة اليوم أنا ما بقدر أحكي معاكم اليوم، ما بنقدر نتواصل، إيه؟ لأنه حتى أتواصل معكم بدنا كهرباء، بدنا إنترنت، كله هذا بتعلق بالطاقة. حتى تروح على شغلك بدك سيارة، إيه؟ بدنا طيارة، بدنا قطار. حياتنا اليومية صارت اعتماد كلي على الطاقة. هاي الطاقة دخلت على الرو ماتيريال عشان تعطينا جود برودكت، عشان تعطينا منتج جيد، ولكن في نفس الوقت صارت تعطينا ملوثات. انت بتطلع بسيارتك الصبح، اوكي، توصل عملك، تعطينا برودكت جديد، ولكن خلال مشوارك من الصبح للعمل انت ما بتعرف الملوثات اللي سيارتك أنتجتها. وأضف على ذلك الملوثات ليست فقط هوائية، ليس فقط ما يذهب إلى الهواء زي خلينا نقول ثاني أكسيد الكربون أو أي ملوثات سامة، ولكن دخل فيها موضوع المي، إنه هاي العملية أيضا ممكن إنها تشكل لنا منتوج ويست ووتر اللي هي المياه، سواء عادمي، سواء مياه ناتجة خلال عملية البروسيس. انت اذا بتعمل احتراق او بالسيارة، انت اللي بتعمله هناك كمان بتنتج مش بس CO2، كمان بتنتج مياه. هذا بس مثال صغير عن الحياة العملية، ولكن لو ان اخذنا احنا على مستوى البروسيس كبيرة، فيك تأخذ هذا المثال عندكم بفلسطين. عندنا بفلسطين لو بدنا نتعامل مع منتوج طبيعي، أنا بقدر أقول لك اللي هو الزيتون. حتى ننتج زيتون، بدنا ننتج الزيت من الزيتون، بدنا مياه، صح؟ إذا بتروح على معصرة زيتون أول شيء بيعملوه إنهم بضيفوا مياه. هاي المياه يعني فيك تسأل أنت نفسك شو بصير مصيرها، لأنه إحنا عندنا التارجت للبرودكت إنه بدنا الزيت، ولكن
راح يطلع عنا ويست ووتر اللي احنا محليا بنسميها الزيبور، راح يطلع عنا كمان سوليد ويست اللي احنا بنسميه الجفت. ايه ف التكنولوجيا الجديده بتحاول المصطلح الاستدامي او سستينابيليتي بالانجليزي، انه هل ممكن نقلد الماضي؟ اوكي، انه انا اطلع برودكت واذا في عندي باي برودكت، هذا الباي برودكت يكون صديق للبيئه اقل ما فيها، او اعمل اعادي استداره لهذا الشيء. فاحنا اليوم بنحاول نركز اكثر شيء على المي، اوكي، انه هل ممكن نعمل اعاده استداره للمياه، وكيف النانو تكنولوجي راح تدخل دور على الموضوع. وبنرجع بنقول ليش احنا مهتمين بالمي، ليش يعني ركزنا على المي ما ركزنا على اي اشياء اخرى. انا فينا اقول لك انه هون لو طلعنا على مشاكل عالميه التوب 10 عالميا، التوب 10 طبعا، وهي المشاكل اجت من التطور الانساني، لانه لما الانسان تطور صار عنده مجال لاشياء اخرى انها تنمو بهذا التطور. ومن هاي الاشياء انه صار عندنا البوبوليشن او تعداد السكان على الارض يزيد، وهذا التعداد السكاني اجى نتيجه انه الانسان صار يصير عمره اطول. يعني كان معدل الوفيات قديما قد يكون بحدود المعدل، انا بحكي بالثلاثينات اربعينات، مع التطور صار يصل المعدل لاكثر من الستينات، والان صار بيحكوا عن المعدل راح يزيد عن الثمانينات. وبتطلع انت على المعدل في اوروبا مثلا، لو اخذنا بس جيرماني اللي هي المانيا، اي ثينك المعدل يتعدى ال 65. فالتطور هذا خلق تبعيات ثانيه ذات لازم ننتبه لها، لانه اذا زاد التعداد السكاني معناها زاد الاستهلاك، اذا زاد الاستهلاك معناها زاد عندنا ايش؟ زاد عندنا المخلفات. وهنا صار عندنا اذا بنطلع على ايش التحديات اللي مواجهه الكره الارضيه خلال الخمسين سنه القادمه، اول مشكله هي مشكله الطاقه. وهي مشكله الطاقه هي سبب الحروب اللي انتم بتشوفوها حاليا، صراع بين الدول العظمى هو نمبر 1 صراع طاقه. لانه اذا انت سيطرت على الطاقه، انت الان انتبهت معي ان الطاقه هي عضو اساسي او مهم في الانتاج في اي عمليه انت بتلاحظها، حتكتشف ان الطاقه هي العنصر الاساسي. المي بتيجي العنصر الثانوي، يعني رقم 2 بالعمليه، ولكن احنا لو نتطلع عليها بخصوص بلادنا فلسطين، احنا عندنا خلينا نكون المي هي تيجي عندنا نمبر 1 او اللي هي بتكون الاول بالقائمه. طبعا في عندنا اشياء ثانيه تتعلق ب اذا بتلاحظوا الرهون محطوط هون رقم 7 اللي هو الديزيز، بس انا بقدر اقول لكم هذا صار ينافس انه يجي يحتل بالقائمه هون. يعني كان في عندنا سارس، اجانا كوفيد، والان في كمان عندنا الجدري، ففي هناك اشياء كانت تدخل على القائمه. بس هاي الاشياء انا احكي لكم عنها لاحقا، هاي الاشياء مرتبطه بالطاقه، يعني لانه الانسان تطور بالذات الدول العظمى صار عندها تطور انه ممكن انها تتحكم اوكي بانتاج ديزيز او تتحكم بانهاء ديزيز، طيب اللي هو يعني انتاج مرض او انه تلغي مرض، والكوفيد اكبر مثال على ذلك. فمن هون احنا خلينا نركز موضوعنا على شيء بهمكم انتم، الفيوتشر جينيريشن، الجيل الجديد بفلسطين، حتى تفكر انه اقل ما فيها كيف ممكن ان نساعد، او كيف ممكن ان نفكر بالمستقبل والتحديات اللي بتواجه البلد او بتواجهني انا او بتواجه قريتي. يعني ما بدي اياك تفكر فيها انه انت بدك تحل مشاكل العالم، ولكن ركز فيها على بيتك. الان لما انت تفتح الحنفيه تستخدم المياه، فكر انه هاي المياه بالنهايه وين بتروح، قديش معدلك اليومي انت كشخص عايش
بقرية بمدينة بمخيم، هل عمرك فكرت قديش استهلاكك اليومي للمي؟ والمية الويست وين بتروح؟ ومين بيستغلها؟ وإيش بيعمل فيها؟ ليش ما نستغلها إحنا؟ أوكي؟ لأنه حتكتشف أشياء إنه هاي المي اللي أنت بتعتبرها عبارة عن ويست أو مياه مجاري أو مياه عادمة، غيرك بالنسبة له عبارة عن ثروة قاعد بيستغلها، يعني بأخذ المخلفات تاعتك اللي أنت بتنظر لها وقاعد ببيعها لدول أخرى. أوكي؟ فإذا أنت توصلت لأنه أقل ما فيها إعادة تدوير المياه ببيتك، أوكي، قد تنتهي بشغلة أتليس أقل ما فيها أنه تتحكم بمصروفك اليومي. أنا هون حاولت أقرب الأمور بطريقة أنه لإلك تنظر للتحدي على مستوى العالم. زي ما اتفقنا أنه إحنا عندنا على الكرة الأرضية 70% مي، لو نظرنا على هاي الدائرة الأولى ال 70% في عندنا تقريبا 98% هاي المي موجودة بالأوشن اللي بنسميها سالين ووتر، يعني مياه مالحة. تقريبا 2.5% أو 2% هي عبارة عن فريش ووتر، هاي هي الصالحة للصناعة والاستهلاك البشري. طبعا لو نيجي نظرنا هاي الفريش ووتر وين موجودة، نكتشف انه معظمها جليد، يعني عندك معظمها بالقطب الشمالي وبالقطب الجنوبي وفي مناطق اخرى. يعني سبحان الله، انظر انت لما بدك تحفظ بشغلة من التلف سواء طعام او اي شيء، وين بتروح فيه؟ تحطه بالثلاجة صح؟ او بتجمده، او طريقة ثانية انك بتضيف عليه ملح بتخلله او تعمل عملية تجفيف. فربنا حفظ المياه على الكرة الأرضية بنفس المبدأ، انه احنا حتى المياه هاي تظلها موجودة على الكرة الأرضية وما تخرب، فيها ملح او مجمدي. طبعا هاي نعمة، لو الأرض هاي لو المياه على الكرة الأرضية عذبة زمان المياه طبعا تلوثت وكان في كارثة على الكرة الأرضية. فطبعا هاي هي معجزة انه يكون عندنا هذا، انه المياه محفوظة فيها أملاح او مجمدي. وعشان هيك صاروا يحكوا بالجلوبال وورمينج بعملية انه الجليد قاعد بذوب، لانه اذا ذاب الجليد انت الان صار عندنا مشكلة ثانية ليس فقط الفيضانات، ولكن صار مخزون هذه المياه المحافظ عليها اوكي بلش يتناقص، وهنا بصير مشكله. عشان هيك صار التفكير كيف لو انه هذا المخزون الفريش ووتر صار كله ملوث، لازم يكون في عندنا تكنولوجيا انه كيف نعمل اعاده تدوير لهي المياه، او اللي بنسميها الديسالينيشن، كيف بقدر اخذ مياه من البحر او من المحيط وأعملها صالحة للاستهلاك البشري. مش شرط إنه تكون صالحة للشرب، ولكن تكون صالحة للصناعة. وهذا راح يضيفه الدكتور يونس إيش بيعملوا فيها في غزة، لأنه عملية الحصول على فريش ووتر في غزة صعبة أوكي بالذات للصناعة، فهل ممكن استخدام مياه البحر؟ وهذا اللي إحنا بنعمله هون كمان في كندا، لأنه هون في هناك قيود على استخدام المياه الصالحة، يجب أن تستخدم مياه اللي بسموها هون المالحة البراين، أوكي، لأنها هاي بتضلها ما بتأثر على استخدام الفريش ووتر. فحتى لو بتيجي تقول الفريش ووتر أو المياه الصالحة وين موجودة؟ تركز أنت عليها، وين موجودة؟ تكتشف أنها موجودة في المحيطات؟ لا، موجودة في بحيرات معينة، موجودة في أنهار معينة، وقد تكون موجودة تحت الأرض في ground water. وهاي الأشياء إذا بتطلع عليها بالمحيط اللي أنت فيه بمنطقة الميدل إيست، انظر وين هاي الأشياء موجودة. تكتشف هاي موجودة في مناطق الصراع،
يعني انظر إلى نهر النيل والصراع على السدود على نهر النيل، ومين بحاول يتحكم بالسدود على نهر النيل. انظر إلى 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 نهر دجلة والفرات، اللي بمور تركيا، عندك تركيا، عندك العراق، عندك سوريا، ومين بحاول يتحكم بها؟ ليه؟ لأنها هاي عبارة عن resources، هاي عبارة عن باور. إذا أنا بقدر أتحكم بالمياه بهاي المنطقة معناه أنا مسكت المنطقة، فصار الصراع مين ممكن يسيطر على المياه. طبعا سيطرت على المياه بالأنهار، بدك تسيطر على الينابيع، من وين بطلع النهر، مش إنك بدك تسيطر على البلد، لأنه أنت بصير تتحكم بوين أنا بدي أدخل هاي المياه، بالصناعة، بالزراعة، بكل شيء، لأنه أنت المياه عضو أساسي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فمن هون هاي المقدمة الصغيرة حبيت أعطيتكم إياها عشان يصير عندنا يعني زي استيعاب للأشياء اللي حوالينا. فلو نظرنا نظرة عالمية على التحديات الموجودة للمياه، نظرة عالمية، هون احنا في كندا، هون احنا غرقانين بالماء. كندا مثلا it is the richest country in the world حتى بالفريش ووتر، في عندنا بحيرات فيها مياه عذبة، وفي عندنا أنهار كثيرة. لو تطلع على الصورة هون اللون الأزرق الغامق، وإذا شايفين كندا هون، هي البلدان الغنية بالمياه، ولكن اللون البرتقالي هي المياه اللي عندها تحدي بالمياه. وإنت البلدان اللي عندها تحدي بالمياه، وإذا بتكتشف وين إحنا موجودين، حتكتشف إنه إحنا خلال هاي الدائرة. عشان هيك في صراع، صراع بيئي، يعني احنا بدنا نقاوم البيئة اللي احنا عايشينها. انت البيئة قاعدة بتمشي باتجاه التصحر، احنا عايشين على البلو بلانيت، على الكوكب الازرق، ولكن في عنا نقص بالمياه. تخيل معي، يعني على الكوكب الازرق عنا بحر، عنا ابحار، ولكن ما عنا تكنولوجيا. وهنا بيجي انه الصراع، كيف انا ممكن اجد تكنولوجيا صديقة للبيئة. الآن بس خد صورة جوية، هاي الصور من ناسا، صورة جوية لمنطقتنا، للبحر الميت، يعني حتى البحرنا إحنا ميت. وانظر لعدد للسنة المذكورة هون، من السبعينات ثمانينات تقريبا الوقت الحاضر، وبترك الصورة لحالها تتكلم. شوف كيف البحر قاعد بجف مع الزمن. طبعا هناك عوامل كثيرة ساعدت على هذا الجفاف، ليس فقط البيئة الصحراوية، ولكن أيضا اللي بنعمل هناك من عمليات استخراج للأملاح الموجودة ساعدت على أنه يصير عندنا عملية انكماش للبحر. طبعا هذا الشيء كمان المنطقة، منطقة الميدل إيست إن جنرال، تقريبا خلال السبع سنوات اللي فاتت خسرت ما يقارب بحجم البحر الميت من المياه الفريش الموجودة عندها. طبعا لأنه ما في عندنا ثقافة إعادة التدوير، هاي مش موجودة عندنا. طبعا لما أنا باجي بحكي عندنا، ما بحكي بس بفلسطين، يعني أنا زرت كثير بالمنطقة، سواء الأردن، لبنان، عندك حتى مناطق الخليج، ما عندهم ثقافة التدوير. والآن الكل صار ينتبه لهذا الشيء، كيف بقدر أعمل ريسايكل للووتر، وليس فقط هذا، وإنما أيضا عملية تجميع للمياه الهادرة، سواء سيول أو مياه ذات منها ممكن تأتي من الأمطار، أو عملية تكرير مياه إنها بتجينا من البحار. أرقام بسيطة، طبعاً هاي موجودة على الإنترنت، هاي الأرقام ما هي من عندي، ولكن يجب إنه إحنا نتثقف ونتطلع عليها، لأنه أعطيكم فائدة صغيرة اللي لازم تركزوا عليها. استهلاكك للمياه، وأنا بحكي هون الاستهلاك ليس فقط الاستهلاك الشخصي، لكن الصناعي. استهلاكك للمياه هو مقياس للتحضر. يعني هذا الدول المتقدمة المتطورة لما بدها تيجي تقارن استهلاكها للمياه، معناها هذا بعطي indication كديش هو متطور. ف
فحسب منظمة الصحة العالمية المعدل للشخص يجب أن يكون بحدود 100 لتر بير دي، يعني تقريبا 100 لتر باليوم. لو طلعنا بفلسطين المعدل الاستهلاك للفرد 73، وقد يكون أقل في الأيام هذه، 73 لتر باليوم. بينما الطرف الآخر بدي اياكم تقارنوا، تقريبا 300 لتر باليوم، يعني أكبر من المعدل وإحنا تحت المعدل. الآن لو جيت تحط بس تحط إكويشن، لو جيت تحط إكويشن هون، المعدل تقريبا 300، ولكن لو أخذنا من الطرف الآخر هون من بس المستوطنات نكتشف إنهم كمان تقريبا المعدل بوصل 400. يعني لو بدنا نقارن المستوطن بالمواطن الفلسطيني، كل مستوطن له حصة تقريبا مكافأة لخمس مواطنين فلسطينيين بس في المياه. فهاي الأشياء لازم نثقف حالنا فيها، لأنه ما بنزامش بس نحكي إحنا عن خلينا نقول السكيورتي والأشياء، يجب أن نحكي عن الموارد البشرية اللي إحنا قاعدين نسترخصها أو نعتبرها زي مسلمات موجودة، ولكن في النهاية اللي إحنا بنحصل عليه هو عبارة عن فتات. طبعا هاي الأرقام هاي من الـ World Health Organization، منظمة الصحة العالمية، وللأسف ما حدا بيحكي عليها، يعني إحنا ما منتبهين لهذا الشيء، ما حدا بيحكي عليها. طبعا إذا بنيجي نتطلع عليها من قانون إنه طب شو لازم نعمل، شو لازم نساوي، هنكتشف إنه في كثير أشياء، وهي صارت أصلا تكنولوجيا، هاي بسموها Off Shelf تكنولوجيا، يعني التكنولوجيا موجودة، تكنولوجيا تحلية المياه موجودة، ولكن لازم إنه إحنا نصير نفكر بإشي عملي واقعي على بفلسطين. مش بدي أروح أجيب التكنولوجيا من ألمانيا ولا أجيبها من أوروبا وأنا بقدر أعملها محليا لحالي وأسوقها لحالي. لو ركزنا على تحلية المياه تتعلق بتقريبا بثلاث عمليات رئيسية. الأولى إلها علاقة بنسميها إحنا البرايمري تريتمنت، الثينج الأساسي، وظيفتها إشالة خلينا نقول إلى السوليد اللي هي المادة الصلبية الرواسب. سكندري تريتمنت بتشيل رواسب أورجانيك أو بتشيل اللي هي مواد عضوية ذائبة أو I think بسميها إحنا معلقات كولويد. التيرشري أو الأدفانس هاي بنستخدمها طبعا لما تيجي تفكر إنه أنا I wanna make sure إنه هاي المي ما فيها مواد زي بكتيريا، ما فيها مواد فيروسز، ما فيها مواد heavy metals. طب هاي الحالة بدي أستخدم تكنولوجيا لأني بدي أعيد تدوير للمياه للاستهلاك البشري. فهنا بيجي دخول النانو بالموضوع، يعني دخول النانو على البروسيس ويست ووتر تريتمنت موجودة من زمان، قد يكون صار لها أكثر من 100 سنة، ولكن النانو جديد على هاي البروسيس. طب شو دخل النانو بالموضوع وكيف نقدر نخلي هاي البروسيس مور إفيشنت؟ وهون أجا دورنا إحنا بالجروب تاعتنا اللي أنشأناها هون بالتحديات اللي بنواجهها بالطاقة والبيئة. طبعا التحديات اللي هي دخول النانو عليها حتى إنها نتوفر كم التشالنجز هاي. طب إحنا هون بنركز أكثر شيء بس على المي، فأنا بدي أعطيكم هون زي فكرة عشان لو بدك تفكر بهذا الموضوع وتشوف أنت وين بالنسبة للعالم، وهل أنا بقدر إن أشتغل بالنانو تكنولوجي في فلسطين أو ممكن أبلش وأفكر بأشياء. نعم نانو تكنولوجي ممكن تشتغل فيها في فلسطين، وهعطيكم أمثلة عملناها في فلسطين وممكن تعملها أنت في البيت عندك. يعني صير تفكر إذا عندك حديقة أو أي شيء، هل ممكن أنا أعد تدوير المياه أقل ما فيها مياه المطبخ مثلا، هل ممكن أعملها إعادة تدوير، أو مياه الأمطار هل ممكن أن أجمعها وأعملها إعادة تدوير وما شابه ذلك. ويجي نظرنا بالنسبة لدخول النانو تكنولوجيا على الموضوع، انتبه لي على المحور الصيني اللي هو عبارة عن المعالجة والكوست، أو اللي هو الكوست، شو بنسميها نسيتها، التكلفة يا yeah.
سو فبتطلع عليها انه اذا بمشي بهذا الاتجاه التكلفه بتزيد. طبعا هون عندنا بتصير التكنولوجيا بتصير مور ادفانس اذا بمشي بهذا الاتجاه اكثر متطوره. اذا بمشي بهذا الاتجاه اذا صارت التكنولوجيا اكثر متطوره معناها انه راح تكون العمليه او الافشنسي عالي، يعني بقدر اني اشيل الشوائب والمذيبات اللي في المي بطريقه انه اخلي المي صالحه حتى للشرب. ولكن في تحديات، هاي التحديات اوكي بتزيد التعقيدات فيها اوكي حسب وين انت موجود. هل انت موجود في بلد ثالث ولا موجود في بلد متطور؟ اوكي يعني انا بعطيك امثله. اوكي لو جينا طلعنا احنا على 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 البلد الثالث اللي هي مثلا خلينا نقول احنا موجودين بفلسطين، اوكي ما بنحكي باشياء لها علاقه خلينا نقول بالاميرجينج بليوتن. الاميرجينج بليوتن زي فارماسيكال كومباوند، يعني ما بنحكي فيها هذه. ما حدا بيجيب اي شيء له علاقه بهذا الموضوع، انه لما انا باخذ ادفيل اي ثينك عندكم بتسموها التاينانول، يعني قديش استهلاكنا البشري لإله، او اي دواء، وهذا الدواء قديش جسمك بيمتص منه وقديش جسمك بكب منه، ولما هذا جسمك بكب منه وين بروح؟ ما بننتبه لهي الاشياء، وهي الاشياء هي اللي بتعمل مشاكل عندنا في البلاد واحنا مش بننتبه لهذا الشيء. يعني في عندنا صار امراض كثيره في البلاد هي مشاكلها اجت من هون. انت بتاخذ دواء اوكي جسمك بياخذ منه 15% وراح يكب الباقي. الباقي وين حيروح؟ حيرجع لمصادر المياه تاعتنا وغيرنا حيستخدمها. فهاي الاشياء بالبلاد المتطوره بيهتموا فيها كثير، عشان هيك بيخليش المياه هاي تنتهي لما تستخدم، انها تنتهي على المياه الجوفيه او تنتهي على النهر او تنتهي على البحر، لازم تنتهي ب ويست ووتر تريتمنت بلانت. فعشان هيك اجى دخول النانو تكنولوجي على الموضوع. دخول النانو تكنولوجي على الموضوع انه بدنا نعمل شيفتنج، نغير اتجاه السهم. اوكي بدي اقلل التكلفه، بدي اقلل التكلفه وبدي اعمل الجول هاد اوكي انه انا بدي هاي افشنسي لو كوست لا اي منطقه بالعالم، مش بس للديفلوبد كونتري ولا الديفلوبينج كونتري، مش بس العالم الاول والعالم الثالث، لا بدي اعمله انا لا wherever you are، انه انا ممكن اني احصل هاي افشنسي وممكن اني احصل على اعاده تدوير مياه. طبعا انا بعرف الشباب عرفوا النانو تكنولوجي بس وعرفناها بالمحاضره السابقه، ولكن للتنويه النانو تكنولوجي زي ما احنا حكينا احنا بنتعامل مع سكيل اوكي بين الواحد وال 100 نانومتر. يعني اجى من هنا اجى الاسم النانو تكنولوجي، اجى من عباره عن وحده قياس اللي هي النانو. طبعا النانو تكنولوجي اليوم صارت عباره عن فن اكثر ما انها علوم. صارت ليه؟ لانه الانسان تطور. نرجع بنقول انا اذا بدي احضر نانو ماتيريال صار انه عندنا هون بالهاي سكول بحضروا النانو ماتيريال. ممكن نيجي من اتجاه بسميها البوتوم اب من الكيميكال بستخدمها، او التوب داون، يعني انت فيك تجيب اي ماتيريال يو كراش ات يو اند اب بالنانو سكيل. بس السؤال هون طيب وانا حضرتها بالنانو سكيل اولا ليش؟ شو بدي؟ طبعا هي لانه انا بدي هاي سيرفيس اريا، بدي سطح عالي، بدي محفز اوكي، وبدي كمان انه البروبرتي هاي لهي الماتيريال انه اتحكم فيها بطريقه ان حسب الابلكيشن تاعتها. ومن هون اجت الريفوليوشنري للنانو تكنولوجي. طبعا هاي بس اكزامبل لك انه لو تطلع على اي شيء بقريب عليك بذيالك. انا هون اطلعت على الخاتم اللي بيدي، عباره عن ماتيريال. هل هذا الخاتم هو ماتيريال هو نفسه اللي ممكن يصير نانو ماتيريال؟ نعم، اي شيء اليوم ممكن يصير نانو ماتيريال، لانه عمليه تحويل ماده الى ماده نانونيه بالتكنولوجيا الجديده صارت سهله وصارت تقريبا متناوله للجميع. ولكن بصير هون الفن انه انا لما بدي احولها للنانو وين بدي استخدمها، واثنين ايش اضافات ثانيه ممكن اضيف عليها.
استخدمنا هذا المثال سابقا بعيده هون. ليش هذا الاشي مهم وضروري؟ لانه تخيل معي اذا انت بتوصل لحجم النانو سكيل، اوكي، ايش اللي بصير معك؟ طبعا احنا هون لو اخذنا مثال الكرة، كرة القدم، اوكي، ان انا بدي احسب السيرفيس اريا، المساحة الخارجية، بناء على القطر او بناء على الحجم. فانا بشوف هون كل ما قل القطر كل ما زادت المساحة الخارجية، ومن هون اجت قوة النانو. يعني احنا فينا نصير نحكي انه انا عندي small amount، كمية قليلة جدا من هاي الماتيريال ممكن تكافئ اطنان من مواد غير نانونية احنا تعودنا عليها للاستخدام تقنية المياه. وهون اجت انه التكنولوجيا صارت تصغر. واذا بتلاحظ معي انه يوم عن يوم في عنا تكنولوجيا جديدة، التكنولوجيا الجديدة ستارت نستخدم مصطلحات هاي تكنولوجيا ذكية، او هاي تكنولوجيا خفيفة. السيارة قديما كديش كان وزنها، السيارة اليوم كديش وزنها، اوكي، الكمبيوتر كديش كان وزنه، اليوم كديش وزنه، وقس على ذلك. لكن تطلع عليها هاي الاشياء ما هي جديدة على الطبيعة. ومن هنا يعني بدي اياكم تنتبهوا لهي الاشياء، انه الغرب ليش تطور، وايش الاشياء اللي دخلها؟ ما دخلش جديد. يعني انا عشت تقريبا في الغرب نفس العمر اللي عشته في البلاد. لما بطلع عليها طب ليش هدول هيك واحنا هيك، الغرب الفرق الوحيد اللي عمله انه صار ينتبه للمحيط اللي هو عايش فيه. واذا انت صرت تنتبه للمحيط اللي انت عايش فيه والتحديات المواجهة لك، بصير عندك اللي هي الكرياتيفيتي، الإبداع. إيه؟ طبعاً اللي هون بيجي إنه الكرياتيفيتي أو الإبداع بدها قاعدة مبنية على أساسات قوية. هاي القاعدة أول ركن أساس فيها اللي هي المعرفة. بعدين بيجي الشغلة الثانية اللي هي الموارد. هل أنا حاصل على هاي الموارد ولا لا؟ عشان هيك تطلع على الدول المتطورة لما بدها تهدم أي دولة أول إشي بيعملوا عليه الحصار، لأنه إيش بده يمنع عنه الموارد. بيعرف إنه عنده النوليدج ولكن بيحاول يتحداه بالموارد. تطلع على هاي الصورة اللي قدامك، الصورة اللي قدامك إيش هي؟ وين بنلاقيها هاي الأشياء؟ لو تروح على المحيط ولا على تروح على البحر حتكتشف إنه في هاي الأشياء موجودة. طب كيف انصنعت؟ مين صنعها؟ مخلوقات طبعاً، بس هاي بنشوفها إحنا انه هاي الاشي الوان اشكال احجام مختلفة. يعني انت يا انسان مفكر حالك صنعت اشي، ولكن في عناك حشرات صنعت احسن منك من الاف السنين. هذا اشي موجود من الاف السنين. من هنا اجى الانسان يتعلم من الطبيعة، وهنا صرنا احنا نصنع مواد نانونية نتحكم بحجمها، نتحكم بشكلها، ونتحكم بالسيرفس تاعها حسب وين بدنا نستخدمها. اوكي، طبعا في هناك تحديات، مش بس انك تصنع مواد. يعني اي 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 شخص اليوم بيقدر يصنع مواد نانونيه، ولكن كيف بدك تسوقها؟ كيف بدك تخليها بحجم النانو سكيل؟ كيف بقدر ان انا استخدمها بالصناعه؟ هاي الاشياء بدك تصير تفكر فيها لما بدي انا اطلع منتج جديد. انا بطلع منتج جديد بس مين بيشتريه؟ ايه، هل السوق بحاجه له؟ لانه دائما القاعده الاولى في البحث العلمي هي البحث العلمي مبني على ايش؟ مبني على النيدز. استخدموها مصطلح النيدز، يعني الحاجه. هل في حاجه لهاي الماده اللي انا بدي اشتغل عليها ولا لا؟ اذا ما في حاجه معناها بطل يصير بحث علمي، هذا صار هوايه. عشان هيك لما حدا بيجي بيقول لك انا عملت بحث علمي، او عندي براءة اختراع، او عندي كذا وكذا، اول سؤال اسألوا اياه، طيب هذا ادى الى منتج، حل مشكلة، ولا بقى حبر على ورق؟ هل البراءة الاختراع اللي انت عملتها هل حدا سوقها؟ هل في شركات اجت وشرتها منك، ولا بس لا تساوي الحبر التي كتبت به؟ هاي الاشياء اللي بتفرق بين البحث العلمي في الدول اللي صبورت البحث العلمي، انا عارف انه هذا بده يحل لي مشاكل، وبين البحث العلمي اللي بتمشي باتجاه بس معرفي. انا بدي اعرف كيف تشتغل هاي النانو، ولكن كيف حطبقها ما في لي قاعده داعمه.
فصار انه في بحث علمي للنوليدج فقط، وفي بحث علمي للابليكيشن ولكن للتطبيق. ولكن اذا بدك تاخذ انت القوه في البحث العلمي يجب يكون عندك الشغلتين الاساسيتين اللي هي المعرفه والتطبيق. وهنا بيجي دخول الدول العظمى، ايش انها دائما بتركز على البحث العلمي، لان عارف انه البحث العلمي هذا عباره عن الدخل الاساسي للبلد، عباره عن دخل اساسي وليس ثانوي. فهذا لازم انت تفكر فيه. طبعا هذا حكي من زمان موجود، فكنا بنعرف نوبل اللي اخترع النوبل برايز. نوبل له كلمه مشهوره، اوكي، كلمته انه if I have 300 ideas in a year، لو انا كان عندي 300 فكره بالسنه، and just one، واحده منهم ممكن تطبق، معناها انا حققت شيء. طبعا هو يعني بقصد فيها انه يعني انه انا I am satisfied، يعني انا مرتاح. طبعا هي هنا هاي كلمه الجمله ركز فيها، هاي محفز قوي. محفز لايش؟ لانه اي واحد في يجي يقول لك هي انا في عندي ايدياز، انا في عندي لوتس افكار جهنميه انا عندي، انا ممكن اطلع لك طياره، ممكن اخترع لك، ولكن شو مجال تطبيقها؟ هذا المهم. انت فيك تفكر بالمحيط تاعك بإشي له قابليه للتطبيق، هذا بصير انه انت بتعمل إشي جديد. اما غير هيك انه صار انه عباره عن هوايه او معرفه، او انا بسميه عباره عن هدر للطاقه والوقت. فنرجع باك للمي، وطلعنا على المي وحاولنا احنا كشباب فلسطيني نفكر فينا نعمل اشياء مشاريع من المي حسب الموجود عندنا. اوكي، نعم فينا لو ركزنا على الثلاث نقاط اساسيه لتحليه المياه اللي هي البرايمري سكندري تيرشري، اللي انا حاططهم هنا بثلاث مجالات، اللي هي عمليه الترسيب، عمليه الفلتره، وعمليه الممبرين فلتريشن ادفانس تريتمنت. لو فكرت انت فيهم، الدكتور يونس عمله في غزه موضوع انه ممبرين فلتريشن، تحليه مياه البحر باشياء بسيطه متوفره محليا. نفس الشيء احنا عملنا بفلسطين، عندنا بالضفه الغربيه عملنا مشروع تحليه مياه الزبار، راح اعطيكم امثله عليه، اوكي، عن طريق الفلتره. اوكي، وعملنا كمان عن طريق انه الترسيب ماده نانونيه انها بتساعد بعمليه الترسيب بسرعه كبيره جدا وبكميه قليله من المواد الكيماويه. فلو طلعنا وين النانو هاي بقدر ادخلها، بقدر ادخلها، طبعا انا هستخدم مصطلحات هون ولكن بحاول اقربها، بنقدر نستخدمها زي ماده محفزه للتفاعل حتى ان نشيل المواد السامه من المياه. بقدر استخدمها از ادزوربنت اللي هي از ماده امتصاصيه او ادمصاصيه، بقدر استخدمها كماده للفلتره، بقدر استخدمها كمان كماده حساسه اللي هي بتدخل بعمليه السنسرز حتى انها تعطيني معلومات عن ايش موجود بالماء. طبعا هذا بيعتمد على وين بدك تستخدم الماء. هل الماء هاي بدك تستخدمها في الزراعه، بدك تستخدمها بالصناعه، بدك ترجعها على البحر، ترجعها على النهر، بناء عليه بتصير وين النانو بدك تدخلها على الموضوع. اعطيكم امثله هون. عندنا احنا صراع، اوكي، تشالنج له علاقه بالدول المتطوره، انه عندنا السي او 2 هذا بيعمل لنا مشاكل، وفي نفس الوقت السي او 2 هو مخلفات من مخلفات الطاقه، يعني اذا انا بدي اوقف السي او 2 بدي اوقف الطاقه، فبقدرش اوقف السي او 2 لاني بديش اوقف الطاقه، فبدي اعمل عمليه ايش؟ تحكم. اي، وفي نفس الوقت انا في عندي مشكله بالمياه، قد اكون انا في منطقه ما فيها مياه جوفيه وما فيها اكسس على البحر، او ما فيها اكسس على على اي سورس من المياه، لا فيها بحيره ولا فيها نهر ولا اي شيء، ولكن فيها هواء. اي، كيف هاي الماتيريال راح تساعدني انا اطلع، ركز معي، اطلع مي من الهواء. اي، نعم، في تكنولوجيا اليوم انك انت تحصد مي من الهواء، وهي التكنولوجيا فيك تعمل عليها سيرش وتدور عليها وتكتشف مين اللي شغال فيها. اوكي،
راح تكتشف انه في هناك محطات صياده الهواء الماء من الهواء في النقب. ايه وهاي التكنولوجيا تسوق عالميا. هي راح تكتشف انه في عندنا كثير من هاي الاشياء سهله التحصيل. وطبعا تعلموا من ايش؟ تعلموا من الطبيعه. انت اذا تطلع بالصباح الباكر تكتشف انه حيكون في عندك ترسبات مائيه اللي بنسميه الندى. رايت؟ طب وين كان هذا المي؟ كان بالهواء. عمل له عمل يعني الان بتكنولوجيا النانو صار يستحاول انه يخلي الدنيا تمطر. اوكي؟ وهو بالصحراء. اوكي؟ وهي مشاريع موجوده يعني دوكيومنتد، وانت فيك تعمل هذا الشيء بشيء بسيط. اوكي؟ متوفر عندك في فلسطين. طبعا هاي زي السمري نهائي يعني كيف احنا بنحاول نشتغل بالنانو. باشياء تفيدنا بالماء. الدائره الاولى اللي محطوط فيها رقم واحد انه احنا بنحاول نلاقي ماتيريال سهله الحصول عليها متوفره بالطبيعه. زي انا بعطيك امثله عندنا عندك في فلسطين مثلا مواد كربونيه. اوكي هاي مواد كربونيه ممكن انك تطلعها انت من جفت الزيتون او ممكن انك تطلعها من مخلفات انه زراعيه. اوكي طبعا بدك تعملها عمليه تريتمنت بعدها بتنطلق للدائره الثانيه اللي هي باللون الازرق. هنا بيعتمد وين بدك تستخدمها، هل بدك تستخدمها از ادزوربنت كاتاليست مواد محفزه، بدك تستخدمها بالفلتره، بايش بدك تستخدمها. بصير عندي هون هذا بنسميها الابلكيشن. يعني انت عندك هون رحت دورت على ماتيريال بعدين يو وانا ابلاي ايه بدي اطبقها. بعد هيك بصير ايش؟ بصير الدائرة الثالثة اللي هي عملية ايش؟ البروسيس. ايه؟ الآن هاي البروسيس، هل هي صياد المياه من الهواء؟ هل هي فلترة؟ يو نو؟ هل هي عبارة عن ديسالينيشن يونت؟ اوكي؟ انه ازالة الموالح من المياه؟ اوكي؟ طبعا بتكتشف انت سواء رحت يو نو باتجاه انه الفلتره او باتجاه انه الكوندنسيشن او باتجاه الديسالينيشن راح تكتشف انه هاي التكنولوجيا سهله العمل بفلسطين. وانا بركز سهله العمل وحاعطيكم امثله ايش اللي احنا عملناه بالاشياء بفلسطين. بس كم مره نروح هناك بدي اعطيكم شغله هنا زي يعني زي اطمنكم شوي انه في هناك تحديات عالميه للمياه، ولكن المعرفه ساعدتنا كثير انه صرنا احنا نوصل تقريبا لليفل معين. اوكي هذا شيء كان من المستحيلات في الماضي. صرنا عندنا تكنولوجيا وعندنا مواد او خلينا نسميها equipment. اوكي انها بتقدر تعطينا معلومات كثيره عن ايش موجود بالماء. اكشلي لو طلعنا احنا عليها اليوم الايفون تاعك صار ممكن تستخدمه انت كتول كايكيوبمنت يعطيك معلومات عن مياه الشرب اللي انت بتستخدمها بالاستهلاك اليومي. اوكي طبعا اوف كورس لازم انت تتعامل مع يو نو ان يو فيتشر بدك تضيفها على الايفون. يعني الايفون عباره عن صار ايش؟ صار مختبر. ايه طبعا هذا كله تحت البحث، ولكن حتكتشف انت بديش اقول لك يعني خلال 10 سنين، يعني انا بعطيها بالكثير 5 سنين. يعني الايفون صار يصير ايش؟ عباره عن مختبر، هو مختبرك اللي انت يعني ممكن تستخدمه لتحليل دمك بكره، تحلل الدم تاعك، تعطي ريبورت للدكتور اللي بالمستشفى تقول له اوكي انا عملت سامبل مني تفضل شوف لي شو في عندي. لا خلاص صرت انت الدكتور كمان. اوكي وعشان هيك هاي دخول التكنولوجيا على الموضوع اعطى تحديات. اوكي انه الاشياء اللي احنا متى يعني ماخذينها مسلمات هاي راح تختفي. حندخل بتحديات جديده، واذا احنا ما فهمنا كيف العالم ماشي اوكي حنكتشف انه احنا صرنا احنا بواد والعالم بواد، لانه احنا بعدنا بنستخدم تكنولوجيا قديمه. والعالم صار يفكر كيف يلغي مستشفيات، كيف يلغي مش بس هيك، كيف صار يحاول يلغي اشياء احنا ماخذينها مسلمات. مثلا انا بعطيك مثال مصطلح الصيدلي.
الصيدلي هاي راح تكون الصيدلية مش موجودة خلاص دان، راح يكون في عندك ماشين بالمستقبل انت حسب تشخيص اللي عندك تروح على الماشين تعطيها انفورميشن تعطيك الدواء اوكي، وقص عليها اشياء اخرى، لانه دخول التكنولوجيا اعطانا انه صرنا احنا ايش هذا بنسميه الارتفيشال انتليجنت الذكاء الصناعي اوكي، صار كل شيء موجود فيه السمارتنس، صار كل شيء ذكي نتعامل معه. فاذا احنا كانت الـ خلينا نقول الماشين او اللي هي العمليه اذكى منا، هون بصير يو التحدي صعب. فاعطيكم امثله هون احنا عملناها، عندنا هون كان مشكله بعمليه المياه اللي جاي من استخراج البترول. هاي المياه بيستخدموا فيها ثلاث عمليات، العمليه الاولى اللي هي عمليه اشاله السيليكا، الثانيه اشاله الاويل، الثالثه اشاله الهاردنس اللي هي اي ثينك اللي هي الكالسيوم والمغنيسيوم اوكي. احنا بدخول النانو على الموضوع شلنا العمليه الاولى والثالثه وعملناهم بعمليه واحده. يعني تخيل يعني you save material, you save process, you save so many things بهاي الأشياء. طبعا ليش دخلنا اللي سميناها إحنا الهايبريد فلتر. طبعا طلع الفلتر سفلتر، هذا الفلتر فيك تصنعه أنت في البلاد. وبعطيك أمثلة بسيطة على كيف العملية بتصير. كانت بالأول بconventional treatment بدخول النانو على الموضوع بالنيكد اي، يعني بالعين المباشره فيك انك تحكم انه كيف دخول النانو بكميه بسيطه غيرت كل شيء، غير التكنولوجيا كلها. طبعا بس مقارنه بسيطه ايش اللي انعمل باللاب وايش اللي انعمل على الارض الواقع، وهذا فيك انت تعمل. وانا حاط هاي الصوره لانه هاي الاشياء كمان طبقناها في فلسطين على مواد ثانيه، على مواد مخلفات الصباغه، مخلفات الدباغه، مخلفات زيت الزيتون. طبقناها هناك بنفس المبدأ انه عملنا الفلترة، بس طبعا حسب ايش موجود في فلسطين احنا تعاملنا معاه. احنا جبنا اللي هو الساند، هون بيستخدموا انواع اخرى، ولكن نجحت الفكرة. وكان عملية انه انا بدخل الويست ووتر خلال هذا الخط، بتروح على الفلتر كي بطلع فريش ووتر ذات ممكن نعيدها للبروسيس. طبعا انا فيها نعمل بسميها عمليه الباك ووشنج، عمليه الغسل لما الفلتر بيمتلئ بدك تعمله باك ووشنج، اعاده تدوير. طبعا هون بس مقارنه كيف بلشنا وكيف بتصير، بس هاي عشان الفيوتشر جينيريشن. ليش تتعمق انت كثير بالساينس هون، بس انه قعدنا نفكر كيف ان نتحكم بالساند او اللي هو الرمل، بس نضيف عليه مواد نانونيه حتى نمبروف اللي انا قلت لكم اياها الافشنسي، كيف اخلي هذا الفلتر مور افشنت. طبعا بدي ادخل فيها كذا مصطلح بس انا ما بديش اتطرق له لانه ما بدي اعقدكم بالساينس. العمليه فيري سيمبل، لما دخلنا عليها المواد النانونيه فيك انك تشوف كيف حولنا العمليه. كان طبعا هاي العمليه بالاول انه بس اعطيك فكره انه فينا نتحكم بالعمليه انها بس تشيل ماده معينه بهاي الحاله السيليكا وما تشيل الاويل، وإذا بدي إياها تشيل الأويل لحاله أوكي؟ لأنه بيعتمد إنه هاي المي بدك إياها ترجع للزراعة ولا للصناعة. تاع الصناعة بقول لك أنا بس بدي أشيل السيليكا، مش مهتم إني أشيل الأويل، بالأويل ممكن أتعامل معه، بس تاع الزراعة بقول لك بدي إياها إيش؟ مي صافية. فطبعا هذا الشيء يعني تطلع عليه، أنت ما غيرت البروسيس بس أنت ضفت عليها improve الإفشنسي. أشياء ثانية عملناها إنه دخلنا مصطلح بنسميه النانو سورب كاتس، نانو سورب كاتس طبعا اللي هو يعني اختصار لمادة نانونية تستخدم as adsorbent و as catalyst. عملنا لها كومباين مع بعض إنه في الأول بعمل أنا adsorption بعدين بدخل energy أوكي على المادة النانونية عشان أطلع منه واحدة clean water، واثنين إنه هاد أنا ممكن إني أستخدم المواد هذه لإنتاج طاقة.
طبعا هذا الطبق في التكستايل ويست ووتر تريتمنت بسامبل اللي اخذناها من شركه موجوده في فلسطين، وهذا العمل ان البحث هذا العمل بفلسطين، ان فيك انك تشوف المقارنه قبل وبعد. الماده الجديده كمان اللي احنا اشتغلنا عليها وبنحاول كمان نطبقها في فلسطين، اللي هي مادة اللي دخلناها اسمها نانو فلوكولنتس. حتى لما نشرنا البحث نشرناه بهاي المجلة، فالمجلة حبت الفكرة وحطوه على الكفر بيج تاعتهم، يعني انه كيف هاي المادة نانو فلوكولنت تعمل على ترسيب سريع للمعلقات بالماء. ما بدي اياك تدخل بالتفاصيل اللي هون، بس بدي اياك تعرف انه كيف النوليدج، يعني انت انطلقت من إشي نانو وبعدين صار عندك هذا الشيء، بس في بحر يعني بدك تدخله في الأول قبل ما توصل لهذه الفكرة أو تطبق هذه الفكرة. الايديا زي ما انتم شايفينها هون بيستخدموا هم، I think هاي بنسميها إحنا المتخرات أو اللي بنسميها الكوغلينج، إنه عندك مياه عادمة تحتوي كمية كبيرة من المعلقات، بيضيفوا عليها مادة البوليمرز للترسيب، وزي ما انت شايف لما استخدمنا الكوميرشال اللي هو الموجود بالسوق المتخرات هذه تقريبا يعني نجحت انها تنزل او ترسب قسم من الماده، ولكن لما دخلنا النانو فلوكولنتس فيك تشوف بعينك كيف عمليه الترسيب، مش بس انها سريعه وانه المي اصفى، ولكن عمليه الدوسج الكميه الكونسنتريشن اللي استخدم اقل جدا من الموجود حاليا. وهنا برجع باك كيف بدنا نقلل الكوست، كيف بدنا نقلل التكلفه ونساعد على 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 الافشنسي. طبعا نفكر بالميكانيزم انه عندك مي فيها ملوثات كثيره، اوكي لما دخلنا عليها النانو كيف هذا تحول الى مي صافيه، اوكي وفي الاسفل اللي هي المواد المترسبه كيف عملت على انه تجميعها. طبعا هاي بتدخل في ماده ثانيه اللي هي بنسميها سلاج تريتمنت، طبعا هاي لها موضوع اخر احنا شغالين فيه كمان، انه كيف نحول هذا لمواد عضويه او ماده صديقه للبيئه، اما عن طريق انه نعملها اسمده او نرجعها باك كمصدر طاقه. اوكي كمان في عندنا ماده ثانيه احنا برضه نجحنا في تحقيقها، طبعا حسب الحاجه اللي هي عندنا هون في مشكله او مشاكل بالصناعه البتروليه اللي هي عمليات تسريب الاويل على المي، انه اذا في حال صار عندنا تسريب للاويل على المي كيف بقدر ان انا اخذ الاويل للمي. دخلنا ماده نانونيه لها مجال مغناطيس ممكن انك تتحكم فيها، يعني تكون ماجنتيك، فانا وانا لما بحط عليها المغناطيس بقدر اني اجذب الاويل. طبعا هاي الماده لها لازم تكون لها كميه امتصاص يعني عاليه جدا، فعشان هيك هي زي الاسفنج بورس، اوكي وفي نفس الوقت إلها السكرول فيتشر، يعني زي تقريبا تخيل معي انه بتعملها زي الساندويتش، فهيك الاويل الماده بتاخذ كباستي عاليه، فهي الماده ممكن تشيل تقريبا لحد 53 من حجمها. اوكي طبعا هاي ما بس مثال بسيط لاكسبيرمنت انعملت باللاب، يعني انه وفيك تعمل هذا الشيء، هشرح لك كيف حتحضر تحضر هاي الماده. لو كان في عندك يو اويل طافوا على المي بإضافة كمية قليلة من هاي المادة، أوكي وعن طريق المغناطيس ممكن إن أنا أشيل الأويل من عن 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 السطح المائي. كمان في عنا أشياء عملناها اللي هي الفارماسيتيكال كومباوند، وهاي أشياء اللي هنا مشاكل في الدول المتطورة، طبعا هي موجودة عنا بس إحنا ما بننتبه لها، بالذات لما بنستخدم مادة الميتفورمين. مادة الميتفورمين بيستخدمها كثير من الناس اللي عندهم بالذات الله يعافيهم مرض السكري اوكي او السمنه، فهاي يعني بتستهلك كثير، فطبعا الجسم ما بمتصها كلها، فقسم منها حينتهي على المياه الجوفيه. فاحنا هنا اخترعنا ماده نانونيه كيف ممكن لها قابليه تتحكم بنوع الدواء اللي انا بدي اشيله من الماء، اوكي يعني هذا بنسميه سلكتيف ادسوربشن. طيب نرجع الان، تيجي تقول طب اوكي انتوا يا جماعه في بلاد متحضره واحنا في بلاد نائيه، طيب اور ناميه، كيف بدي انا الان اصنع ماده نانونيه؟
يعني وانا عايش في فلسطين، وشو شو شو الموارد اللي عندي؟ بقول لك بسيطه، غير فكر شوفي عندك ماده حديد صدأ، ماده اي ماده حديديه صدأ، وانت موجود في فلسطين عندك زيت زيتون الحمد لله وما رايت استخدمني الان هذول زي مواد اساسيه للتحضير الماده النانونيه. طيب كيف؟ انا بقول لك هاي الماده حتى انك تعملها مور افيشنت نسميها لازم نعملها فانكشناليزيشن. عاده فانكشناليزيشن سوري وي اد بوليمر او اي شيء، ولكن انت فيك انك تستخدم الاوليك اسيد. الاوليك اسيد زي ما انتم شايفين الاستراكشر هون هذا اللي هو موجود باللون الازرق، اي فيك انك تعمله يلتصق على السيرفيس تاع النانو ماتيريال هاي. كيف؟ زي ما انت شايفين الجهاز اللي عندنا هون، يعني انت بدك نوع من مصدر حراره، وبدك انه تضيف هذه الماده النانونيه او هذا الرست او الصدى مع الاوليك اسيد. طب منين نجيب الاوليك اسيد؟ هسه هشرح لك كيف هتجيبه. هتجيبه من الصابون اللي بتصنعه انت من زيت الزيتون، اوكي؟ وفيك تعمل هذا التيست، بس اطلب من طلاب المدارس ما تعملوش في البيت، خليك تعمله انت والاستاذ بتاعك، خليه يشرح لك اياه كيف انت نعمله بطريقه يعني بسيطه. يعني اذا بتطلع هنا على هنا شيء بسيط جدا، طنجره، اوكي، فيك تستخدمها لهي العمليه، اوكي. وبدك مصدر حراره غاز، يعني بالعربي راح تعمل لك طبخه نانونيه، حتى تحضر هاي الماده. طبعا حسب شو بيطلع معك، لانه انت ما في عندك اجهزه متطوره لعمليه الفحص، ولكن من السموك اللي بيطلع معك، من الرائحه اللي بتطلع، فيك تستارت سنس وين انا صرت بالعمليه، لانه حيصير عندك سترونج اوردر هنا، وحيصير عندك اتس فيري سموكي، بعدين السموك فجاه بيختفي او بكل، فبهذا بعطيك انديكيشن انه العمليه اكتملت. طبعا العمليه تتراوح بدك تقريبا من ساعه الى ساعتين حسب الكميه. طب بهاي الحاله انت فيك تفكر طيب معناها صارت العمليه سهله، يعني فيها انك تجيب هاي الماده النانونيه وصنعها باشياء موجوده عندي لوكالي. انا عندي زيت، عندي زيتون، وعندي الزيت بصنع منه صوب او الصابونه، وعندي فينيجر، الخل. الخل اذا بضيفه على هذه العمليه انا بقدر اني اطلع الاوليك اسيد، والاوليك اسيد بقدر اضيفه على هذا الشيء، احطهم على الكونديشن اعطيك اياها، فانت هون فيك تطلع ماده نانونيه، وفيك انك تعملها تيستينج وتجربها. طبعا هاي العمليه انا اذكر كمان عملناها مع طلاب في فلسطين، وحاولنا ان نشيل فيها ونعالج فيها اشياء كثيره. هذا البحث عملناه مع صديقي المرحوم دكتور عامر كنان، الله يغفر له، كان بجامعه القدس في ابو ديس، جانا زائر، وفكرنا بشغلي كيف بدنا نشتغل لوكالي، يعني شيء موجود بفلسطين. فقال لي انهم عندهم مشاكل بالكروميوم، اللي هو له علاقه ب اي ثينك مواد الدباغه، دباغه الجلود، اوكي. هاي الصناعه موجوده اكثر شيء بمنطقه الخليل. طبعا احنا بنشجع الصناعه المحليه، اوكي، وهذا الشيء واحنا فخورين فيه، بس لازم ننتبه للاشياء السامه ممكن تنتج من هون، وكيف ان نشيلها قبل ما ان نرجع هاي المياه على 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 الطبيعه. طبعا احنا شو اللي عملناه؟ اللي عملناه بسيطه، جبنا ماده رمليه، اوكي، موجوده، حطينا عليها ماده نانونيه وفانكشناليزد حتى تشيل كميه كبيره من الكروم، والعمليه طبقت ونجحت، اوكي. وقارناها مع شيء موجود بالسوق ويباع لهذا الشيء وسعره غالي جدا. فانت ممكن تطلع على اللون الاحمر اللي هي الماده النانونيه مع رمل، واللون الاخضر اللي هي ما يباع بالسوق، اوكي. اعتقد الكيلو جرام الواحد بهذا النهايه الماده اللي باللون الاخضر يبيعوها ب $20، اي. فاذا انت بتشتغل بشيء لوكالي محلي، رمل حط عليه ماده نانونيه 1%، قد تفيدك اكثر من اشياء موجوده بالسوق وللاسف يشترى يتعامل معه على اساس انه فلتر. كمان هذا بحث تعاملنا فيه لإشالة خلينا نقول الإيمرجينج بوليوتنت اللي هي الميتفورمين،
من 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 المياه. طبعا فكرنا بطريقه انه نخلي الماتيريال فيري بورس وبحجم النانو البورس، بس الماتيريال بيجر عشان لما نحطها بكولوم ببروسيس ما تاثر على 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 البامب على على الفلوكس. هون كمان هذا البحث عملناه له علاقه بالزبور، مخلفات زيت الزيتون. اوكي وطبعا انا اتذكر الطلاب اللي اشتغلوا معي بالموضوع يعني كانوا يعانوا من شح المواد، يعني حتى اذكر العمليه التستنج وانا قلت لهم انه فكر محليا، ما بدك تشتري اي شيء، فكر محليا. فحتى السامبل، عمليه اخذ السامبل اخذناها بمرتبانات، اي ثينك هاي مرتبانات نسكافيه موجوده في البيوت. اوكي وبدي اياك تركز عليها. رحنا على المعصره وجبنا السامبل، قلت لهم بس اطلعوا على السامبل مع الوقت، فاذا بتنظر انت خذ سامبل من المعصره وتطلع عليها مع الوقت بصير عندك عمليه فصل، يعني المواد العالقه قسم منها بترسب. اوكي واحنا اخذنا الطبقه الفوق لانه اللي تحت صار عندك السوليد السلاج، الطبقه الفوق دخلناها على بروسيس وزي ما انت شايف شو طلع منها، طلع منها مياه صافيه. فالمعاصر ممكن انها تستخدم هاي الشيء، مع العلم عباره عن فلتره ليس الا لاعاده تدوير المياه للصناعه، بس لاعاده تدوير المياه للصناعه. وعملنا بروسيس بايلوت بلاند، انه بس من هاي التجربه البسيطه اوكي لو فكرنا انه في عندنا مخلفات بالمتر كيوب مثلا 4 متر كيوب بير اور، وهي الارقام هي ارقام بناء على معصره موجوده بفلسطين. اوكي يعني وقديش ممكن العمليه تكلف وايش اللي بدنا اياه، يعني احنا بدنا سميناها الايكوالايزيشن تانك، تجمع للمياه، بعدين سيتلينج تانك اللي هي زي مصطلحات، يعني جبنا التانك سيتلينج، هاي سيتلينج ناخذ الطبقه الفوقة، الطبقه الفوقة بتروح على الفلتره وبترجع عاد تدور مياه. وعملنا حساب كميات وقديش بتكلف العمليه، العمليه لا تتكلف اقل من 500 دولار، اقل من 500 دولار. اوكي طيب انا بدي اسال هون قديش الصناعه بتدفع على 1 متر كيوب من المي؟ اذا انت بتستهلك 4 متر كيوب بير اور، وهذا معصره صغيره يعني، فايماجن معي قديش انت ممكن انك توفر، مش بس توفر بالتكلفه، ولكن انت فيك توفر كمان انك تكون صديق للبيئه، بدل ما ترمي الزبار بالشارع وبكون مخلفات، انت فيك تعمله انه انا بقدر الناس ترجع. وعلى فكره الماده هاي المترسبه هون، هاي الماده المترسبه ممكن انه نعالجها ونستخدمها ايش؟ سماد نرجعه باك للارض. فانت بتطلع عندي مخلفات، ولكن هاي المخلفات عباره عن ايش؟ عباره عن انكم. اي فهاي الاشياء محليا خلتنا انه نطلع، يعني انه يا عم النانو تكنولوجي ما تفكر فيها از انه اشياء معقده، هي اشياء حواليك بس بدك النولج. وايش هون بنسمي مصطلح بي اتنشن للديتيلز، انك تنظر بديالك وتكون بنظره يعني للتغيير. فلو انا بدي اختمها هون التيك هوم مسج، لو جينا اطلعنا على دخول نانو تكنولوجي على الموضوع نكتشف انه في عندنا اشياء النانو ممكن تحلها او حلتها، هاي اللي هي الفولفيلمنت. اوكي النانو لها يونيك بروبرتيز، اشياء جديده دخلتها على الموضوع، وهي الاشياء افوردبل. هسه شرحت لكم عندنا اشياء ممكن نحلها محليا مش معقده، ولكن في عندنا صراع الجاب، في عندنا جاب. اوكي اولا في ليميتس للنانو اللي ممكن تشتغل عليه، في ليميتس انه هاي النانو اذا بدي استخدمها انها تشيل ايمرجينج بوليوتن فارماسيكال كومباوند لازم اغير بالفيتشر. اوكي وكمان زيكم انتوا عندكم في عندكم ليميت. طيب يا عمي انا شو عرفني انه هاي النانو شالت هاي الماده؟ انا هون لما فكرت مع الشباب اللي بيشتغلوا معي هون قلت لهم بدنا نستخدم العين لانه ما في اجهزه، بدنا نستخدم العين ونشوف انه فعلا بنشيله ولا لا، وهي طلع عليها بالعين. ولكن بالدول المتحضره بيكون في عندها ادفانس، وطبعا انا اي كان سي انه في ادفانس تكنولوجي للتريتمنت. طيب فنيجي نتطلع طيب ايش التحديات، شو بدنا، وات ار ذا نيدز، نكتشف انه
احنا في عندنا مشاكل كثيرة، اولا اللي هو شح المياه، واثنين في عندنا contamination pollution عالي، وثلاث والاهم من هذا كله احنا في عندنا مخلفات صناعية اوكي خلفوها الاجيال اللي فاتوا اوكي از ان بروسيس ما تعاملنا معها، فبدناش برضو احنا ننقل هاي برضو مخلفاتنا للنيو جينيريشن. وانا هون بحكي للأجيال القادمة، فكر بحلول، لأن التكنولوجيا الجديدة اللي إذا أنت ما فهمتها الآن هتكون ترجع باك إنه هترجع بأسلوب يعني حياة صعبة. التكنولوجيا الجديدة أجت عشان توفر علينا الحياة، ولكن يجب إنك تكون سباق فيها، يجب إنك تكون سباق فيها. الدنيا بطلت تعتمد وين أنت موجود، صارت تعتمد إيش عندك انت، وانت موجود عندك فيك تعمل اشياء لإلي هون وانا موجود هون. فهاي التحديات انه بس عشان اعطيكم لمحة سريعة وين احنا بالنانو وايش اللي راح يصير. زي ما روح اقرأ عن مورفيز لو او مورز لو. مورز لو هون بيحكي لك يعني عن انه هاو التكنولوجيا بتمشي مع ايش؟ مع الحجم، مع الحجم. وغير انت بتلاحظ مع الزمن لما دخل عصر النانو اوكي التحديات اللي كانت تواجه الناس اللي بيشتغلوا بالنانو، عارفين ايش هي؟ تحديات حجم ايد الانسان. اي يعني انا بدي اشتغل بشيء بناء على كيف ايدي تتحكم بالشيء. اي فلما صرنا نشتغل تطبيقات النانو تشتغل بشيء انه الايدين إلهن ليميت، عشان هيك حتى إنه يطلع من التشالنج حجم إيدين الإنسان صار يفكر بشو؟ صار يفكر يدخل إيش؟ الإنسان الآلي. عشان هيك صار عندك ثورة إيش؟ الارتيفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي. صار في ذكاء صناعي أنا ما بلزم لا إيدين الإنسان، لأن هذول إلهن ليميت معين. أنا لما بدي أنا أستخدم تلفون بدي أمسكه بداي وحرك بصابعي ودنيا، الآن صرت تكتشف إنه بطل يعتمد على إيديك، صار يعتمد على عينيك أو على صوتك. وهذا راح يصير المستقبل، لأنه بده يطلع من بوتكة الليميتيشن، ده مش ما تقيدني. وهون دخل إنه أنا في إن أنا أوصل لون نانوميتر، لأنه أنا بطلت أشتغل بإيدي، أنا بشتغل. طب ماذا أنا وصلت لون النانوميتر؟ أنا وصلت لإيش؟ لحجم الأتوم. وهان صارت في ثورة، صرنا ندخل بالمصطلح البيكو مش بس النانو. أوكي؟ طبعا وليه؟ لأنه كل ما بتنزل تحت كل ما كانت أسرع، كل ما كانت إيش؟ أخف. هاي التكنولوجيا، التكنولوجيا الجديدة تكتشف فيها عاملين رئيسيين، العامل الأول سريعة، والعامل الثاني إيش؟ حجمها صغير. لأنه ليه؟ بدي أقلل استهلاك ماتيريال. بلشت فيكم من السلايد الأولى، قلت لكم عبارة عن ماتيريال تدخل، عبارة عن برودكت بينتج. فأنا بدي أقلل اللي بدخل. ليه؟ لأني بدي أقلل الويست. كل ما قللت حجم اللي بدخل كل ما قللت حجم المخلفات اللي بتنتج. فهذا هو عبارة عن الموتيفيشن باتجاه التطور. الحجم بده يمشي مع التطور. كان أول اللي بيمشي مع التطور أنا كدي بدي أنتج، صار إيش؟ أنا كدي بدي أدخل طيب حتى إني أخفف كديش بدي أنتج مو مخلفات. طيب بختمها بهاي الكلمة اللي أنا بلشت فيها لما قلت لكم المية عبارة عن مقياس تطور. أقول لكم إنه where there is a clean water there is life there is hope. وين ما كان موجود مي راح يكون في حياة، وما دام في حياة راح يكون في أمل. شكرا كثير لكم. طبعا هذا اللي أنتم شفتوه عبارة عن مجهود ليس شخصي، وإنما مجهود فريق عمل على مدار مش أقل من 15 سنة. وإحنا هنا بس أنا ركزت على أشياء لها علاقة بالمي. شكرا كثير لكل واحد، يا ريت لو أني أقدر أحكيهم بالاسم،
لكل واحد اشتغل معي في فريق البحث العلمي. شكرا للصناعات او الصناعه اللي شاركت بدعمها لانتاج او للوصول اللي احنا وصلناه. وشكرا لاستضافتكم، وانا ممنون اذا اي حد له اي سؤال، واسف اذا صار في تاخير من طرفي. شكرا كثير. يعطيك العافيه دكتور، يسلموا كثير. مسك اسامه. هلا بنبدا. شكرا اول شيء بالبدايه بدنا نشكرك استاذ على المحاضره الرائعه اللي كانت كثير مهمه بالنسبه لنا منح العالم. اوكي تمام. فهلا بدنا نبلش باستقبال الاسئله. كمان مره شكرا لك. اي حدا بده يسال لو سمحت بالبدايه يعرف عن حاله، اسمه، صفه، من اي محافظه، ومدرسته كمان، فيا ريت هيك ويكون السؤال ستريت للدكتور. تمام. اول حدا معنا هو روما، تفضلي. انت هلا تقدر تفتحي المايك. اوكي اوكي هلا بسمع صوتك. بس علي صوتك. انا راما جابر احمد البزور من مدرسه بنات رابط الثانويه، مديريه التربيه والتعليم قباطي، محافظه جنين. بدي اسال عن الاثار السلبيه للنانو تكنولوجي، انه بتقدر هي تخترق المسامات الجلد اثناء تصنيعها، بتؤدي لمشاكل سواء بخلايا الدم البيضاء وغيرها من الخلايا المهمه لحياه الانسان، فما هي طرق الوقايه من هذه الاحتماليات انه ممكن تصيب الانسان اثناء تصنيعها؟ طب شكرا شكرا كثير، سؤال مهم جدا. وطبعا هذا السؤال دائما يتراود باي تكنولوجيا جديده، مش بس بالنانو، اي تكنولوجيا جديده تطرح انه ايش سلبياتها. هاي السلبيات اللي انت بتحكي عنها هذا كان موجود في بداية دخول النانو على الموضوع، وإنه إذا أنا بدي استنشق هاي المواد. ولكن الآن اليوم التكنولوجيا إحنا بنسميها نانو تكنولوجي is an enabling technology، يعني بالعربي هي مادة ممكن إنها تدخل بالبروسس الأوريدي الموجودة فعليا، زي ما قلت لك عن الفلترة، أو خلينا نقول المتأخرات للبريسيبيتيشن للترسيب. هاي موجودة التكنولوجيا من زمان. الجديد بالموضوع انه حاولنا ندخل فيها 1% من النانو. طيب كيف بدنا ندخلها هاي 1% من النانو؟ خلال تصنيع الفلترة فينا نصنع النانو. يعني النانو ما راح تكون عبارة عن باودر ان انا استنشقها، لا، النانو انتجريتد بالبروسيس، موجودة فيها. يعني بطلت تكون عبارة عن مادة متطيرة، عبارة عن مادة صلبة ملتصقة بالفلتر. فبهاي الحالة انت you minimize if not you eliminate عملية الاكسبوجر للإنسان. فهنا عملية استخدامها صار انه بنستخدم مصطلح in situ، الاستخدام لإلها وين الاستعمال لإلها. بقدر احضرها بنفس الاستعمال، ما بلزم اني انا احضر مواد نانونيه هون واجي اودي لك اياها واقول لك خذها وطبقها عندك، لا. هذا الاشي كان زمان، اليوم صار عمليه انا بدي نانو ماتيريال، طيب وين بدك اياها؟ بدي اياها بالفلتر، طيب خلي الفلتر زي ما هو، خلي عمليه التحضير داخل الفلتر. فهنا يو اليمينيت السايد ايفكت. اي سؤال ثاني؟ راما في عندك أي سؤال تاني؟ إذا عندك أي سؤال تاني بس اكتبي على الشات، لأني أنا بعمل ميوت عشان ما يصيرش أي خربشات، وأي حدا سأل ياريت إنه يعمل لوهان. شكراً لكم، كمل أسامة البعض. طيب قبل السؤال في مداخلة بسيطة من واحدة اسمها حلا بسام، في عندها فكرة جداً مفيدة لمنطقتها، ف بس خليها ترفع ايدها. افتح لها المايك يا أسامة عشان تقدر تحكي. السلام عليكم.
معكم، أنا الطالبة حلا من الصف العاشر من مدرسة بنات الفوار الثانوية في محافظة الخليل. بدي أشكركم في البداية على الأفكار الرائعة اللي انطرحت في هذا اللقاء، وإذا بتسمحوا لي أحكي أبلش أحكي فكرتي. تفضلي. طيب، أنا عايشة تحديدا بمخيم الفوار، فأنا عايشة بمخيم. هذا المخيم زي ما بتعرفوا بالضفة الغربية بشكل عام وبقطاع غزة، ما إلنا إحنا مش متحكمين بالمياه اللي بتوصلنا. الاحتلال هو اللي مسيطر على المياه اللي بتوصلنا، وهو المتحكم الرئيسي فيها. فإحنا عندنا يومين بالأسبوع فقط توصلنا فيها المياه. هدول اليومين أول ما يعني هم أحد وأربعة، يوم الأحد بتكون ماشي بالشارع رايح على المدرسة مروح من شغلك، فكل الطرقات بتكون ملانة بالمياه، بتكون المياه من أسطح البنايات أسطح البيوت بتكون عم بتشرشر على الأرض يعني بالعربي. فأنا جتني هاي الفكرة إنه كيف لازم ما نهدر هاي المياه، لأنه الناس في هاي الأوقات هي بتنزل بأوقات الصباح، فالناس بتكون بشغلها، الناس بتكون في مدارسها، فما مش كل حدا بيقدر يعتني بخزانات المياه ويوقفها عند الحد المطلوب بحيث إنه ما نهدر. فأنا عملت نموذج مبسط، هو حالياً غير مكتمل وبالمدرسة كان بودي إني أعرض لكم إياه حالياً. هذا النموذج شو فكرته؟ هو عبارة عن ماتور. الماتور هذا تم تصنيعه يعني بالكامل، أنا عملته. هذا الماتور بنقصه فقط مواد بسيطة، ولكن لمحدودية الوصول لهاي المواد ما قدرت أوفرها. الفكرة من هذا الماتور إنه بيتم في مجاز بيتم إدخال في حجم الخزان ووصلوا لعدة خزانات من نفس الحجم. أول ما يتم ملء الخزان بالمياه بالمستوى المطلوب رح تتوقف الماتور عن الضخ، ورح تحكوا إنه في عوامة ميكانيكية، فليش إحنا بدنا هذا الماتور؟ أولاً لأنه العوامة الميكانيكية ممكن إنها تثقب واحتمالية خرابها جداً عالية، أعلى من احتمالية خراب الماتور اللي أنا عملته. ثاني شغلة إنه هذا الماتور يمكن وصله على عدة خزانات unlimited، هي ما إلها حد، ممكن إنك توصله على عدة خزانات بس يكونوا من نفس الحجم. وهاي الفكرة ما تم تنفيذها نهائياً كما ذكرت لمحدودية الوصول إلى المواد. وشكراً، ممكن تعطوني انتقادات أو رأيكم بهاي الفكرة دكتور؟ حلا، أنا أولاً بشكرك كثير على خلينا نسميها يعني بداية باتجاه التطبيق والتفكير محلياً، هذا شيء رائع. هاي إنه من هنا بتيجي مصطلح الكرياتيفيتي. عندك الفيسبوك تاعي، تواصل معي وأنا هحاول إنه ندعمك، حتى لو فيك تيجي عنا هون تأخذي دورة على كندا بالصيف. يعني أنا بنتواصل ليتر، تيجي تأخذ دورة عنا بالصيف فترة 3 شهور، أوكي؟ تعملي تطبيق لأشياء. طبعا في عندنا مدرسة من الخليل نفس الشيء، راح نشغلين إنه يجي عنا طالب من المدرسة بالصيف، طالبي والأستاذة عايدة هون موجودة ممكن هتضيف هاي النقطة. إحنا شغالين بهذا الاتجاه لأن الطالب نفس الشيء is creative like you، وعندها فكرة وأفكار حابة تطبقها باتجاه النانو. فبالعكس أنا بشجع هذا الشيء، وبالذات طلابنا بفلسطين بالمدارس. أنا بركز على طلبة المدارس لأنه أنت باتجاه إنك تقرر لمستقبل لإلك كما تدخل الجامعة، وهذا الشيء رائع إنك تفكر محلياً. ما تفكر إنه أنا بدي أطلع عن البلد وبرا أحسن، لا، برا تحدياتها أكبر. أوكي، فكر محلياً وكيف تنتج محلياً. إشي رائع، فكرتك حلوة، بس بدك تخليها باتجاه إنه لو أنا مثلاً بكرة بدي أطبق هاي العملية
كيف تتسوق وشو القابلية إنه أنا أصنع كذا موتور. أي هاي الأشياء بتدخل بموضوع الشركات الناشئة، ممكن إن نمشي معاك فيها مع مركز الإبداع الموجود برام الله. طبعا هم على تواصل نفس الشيء وبحبوا إنهم يشوفوا إنه إحنا بنساعد الطلاب المدارس، برجع بركز طلاب المدارس لأنهم هدول هم بالذات العصر الجديد، هدول حيعملوا ثورة علمية وثورة صناعية غير عن الثورات التقليدية اللي كانت أول بالصناعة. دخول التكنولوجيا بطل تحط باوندريز، بطل يصير عندك قيود من وين أنت فيك تصير يعني مبدع من المحل اللي أنت فيه. فلا كملي تواصلي معي وأنا بشبكك مع ناس عندكم بفلسطين أوكي حتى يساعدوا إذا الفكرة هذه فعلا إلها قابلية للتطبيق بأشياء محلية. تفكيرك سليم أوكي والخطوة اللي مشيتيها صحيحة، بس تذكر إنه هاي خطوة باتجاه ألف خطوة قادمة وأنت بحاجة إلى دعم إذا كان فعلا هاي الفكرة إلها قابلية للتطبيق بإيش له علاقة بالمي. وأول واحد حيدعم بهذا الشيء أنا مستعد إني إذا توصلنا مع الوزارة إنه نضيفك كمان مع الأخت اللي من المدرسة بالخليل وأنكم تيجوا عندنا هنا بالصيف أكلم فيها إنه تتعلموا أشياء إلها علاقة بالبحث العلمي وإنه كيف ممكن إنه إحنا نطبق أشياء إنه لفلسطين. أنا بركز نطبق أشياء بتخص وطننا هناك لأنه أنا إنك تطبق أشياء لهون كثير في أشياء هون وأنا ما حكيت عليها، يعني أنا اللي حكيته أشياء حبيت أحكيها بطريقة مبسطة لإشي ممكن نعمله بفلسطين، ولكن في إشي هنا أعقد وبنعمله هون بس قابليته نطبق بفلسطين بده دعم هائل. فعشان هيك إحنا بدنا نركز على أشياء أكلمنا فيها إنكم تأخذوا المعرفة وتجي عنا هون 3 شهور كي بنساعدك على كذا تأخذ المعرفة ترجعي باك هوم تحاولي إنك تطبقي وتحاولي تفكري. أنا بنصحك فكري بإنشاء شركة ناشئة. اليوم التقليد إن أنا أروح أدور على وظيفة بدرس بالجامعة عشان أحصل وظيفة هذا old fashion، هذا بطل بالدول المتطورة صار التفكير إنه أنا بدي أروح على الجامعة لأني بدي أسس شركة أنا وصديقي أو أنا وأصدقائي بدنا نطلع إشي جديد. فأنت مشيتي نفس التفكير وهذا التفكير اللي هم بنظروله الدول المتطورة اللي حيكون التفكير بالشباب الجديد، والشباب الجديد تطلع وين موجود بالوطن العربي لأنه الدول المتطورة العمر اللي فيها الأفريج قلت لكم إياه من البداية فوق الستينات، ولكن الأفريج العمر في الوطن العربي في العشرينات إذا مش أقل، والإبداع بيجي من الطاقة. أنتوا عندكم طاقة بس ناقصكم النوليج إنه كيف نفكر لوكالي. أنت عندنا النوليج بس ما بنفكر لوكالي، كل تفكيرنا إنه لو أنا أطلع برا لو أنا لا حلو اطلع برا جيب النوليج بس فكر محليا. أوكي روع عليك. بس دكتور ملاحظة إذا بس بتسمح لي حلا إذا سمحتي إذا بتحطي رقمك على الشات على أساس إنه برضو بنبعته للأستاذ مرعي السوس اللي هو مدير الإبداع والتميز في الوزارة، وبعد إذنك دكتور إذا في مجال نحط إيميلك على الشات عشان إذا في حدا من الطلاب بحب يتواصل معك لأنه في يتواصلوا مع مرعي بخصوص التواصل معك لأفكار للطلاب، فقلت له أنا بستشير الدكتور وإذا وافق حط اسم إيميلك على الشات. أنا أقترح إنه حط الفيسبوك تاعي، أنا بتواصل على الفيسبوك مع الأشياء الإيميل تاعي لأنه بديش يصير يجيني مليون إيميل باليوم، خلي الفيسبوك للمواصلات وأنا very active على الفيسبوك، يعني إذا بتبعث لي مسج يعني على أكيد برد عليه خلال 24 ساعة. خلاص تمام إن شاء الله. يا ريت على الشات تحطه دكتور. تمام شكرا. اهلا وسهلا. اوكي خلينا نروح على اللي بعده. اللي عنده سؤال يرفع يعمل ريز هاند. تمام في عندنا فرح.
فرح الجوب، لو سمحتي عرفي عن حالك واحكي لنا ايش سؤالك. انا طالبة كنت مستعدة في مدرسة بنادرة الثانوية مديرية جنوب الخليل. اذا شكرا لك دكتور على هذا اللقاء المميز والمفيد. لقد عملنا بحث عن تقنية النانو تكنولوجيا، ذاتي مرحبا معي، وعنوان بحثنا كان عن بحث تكنولوجيا النانو لعلاج مرض السرطان، حيث أننا أدخلنا عنصر، حيث أدخلنا رجل النانوي في بحثنا وفي دراستنا. فقد درسنا دراسة أن يتم علاج مرض السرطان بتكنولوجيا النانو، ودرسنا دراسة أخرى أنه سوف يتم إدخال عنصر ذهب إلى الجسم لعلاج السرطان. فنحن حاولنا جمع الدراستين معا، وسؤالي سيكون: هل نستطيع إدخال عنصر الذهب في تصنيع الرجل النانوي؟ طبعا هذا الموضوع انعمل فيه كثير أبحاث، بالذات يعني عنصر الذهب، لانه طبعا على 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 النانو سكيل احنا نتعامل مع الذهب. ليش الذهب غالي؟ لان الذهب عباره عن انرت، يعني ماده غير متفاعله، لا يصدع بالعربي، صح؟ فهو غالي لانه ممكن احافظ على قيمته مدى الحياه. ولكن اكتشفنا لما بنروح على النانو سكيل ان الماده النانونيه للذهب لا very active، تتفاعل. ومن هون أجا دخولها، إنه اكتشفوا إنه هاي دخولها بreaction as a catalyst أو nano carrier nano cars، كل هاي المصطلحات. أوكي، لأنهم اكتشفوا إنه حسب حجم النانو ممكن أنا أغير طبيعة تفاعل هاي المادة مع السرطان أو أي مواد أخرى كمان. برجع بقول لك هاي الأشياء انعملت، أوكي، ويعني ولكن لحتى الآن لم تطبق، لأنه أجين في هذا اللي بنحكي فيه إحنا بمصطلح الدول المتطورة والدول النايم، إنه هنا بتطلع عليها من ناحية أخلاقية، إنه أنا بدي أدخل مادة نانونية على جسم الإنسان إيش راح يصير فيها بعد ما إني أنا أسيطر على السرطان وعلى الأشياء. هنا في تفكير، وطبعا إحنا هذا إشي ماشيين فيه، بمادة أورجانيك نانونية تكون زي دراج ديليفري. إذا أنتم ماشيين بهذا الاتجاه وحاولين تكونوا بهذا الشيء، في عنا طالبة في مؤسسة المصر العربية للابتكار شغالة معنا بنفس الشيء، نفس الموضوع، بس احنا بنستخدم مادة عضوية انها وظيفتها انها وانس انها توصل لمرحلة انه يؤتاك الكانسر، هاي المادة يصير لها ديكومبوزين، يعني ما يصير عندنا مصطلح السبنت نانو. شو بستخدم، شو بدي اعمل فيها؟ كمان المادة هاي سهل تحضيرها، وثلاث مش غالية، يعني انا بستخدم ذهب، ما بستخدم بلاتينيوم، استخدم مواد أولا بلشت معاكم قلت لكم عن شغلة التكلفة، يعني أنا في أن أستخدم ماتيريال وفعالة، ولكن تكلفتها باهظة، حيصير عملية تطبيقها غالي. وهنا أفكر لوكالي، والمادة هاي قد تكون مادة سيلوزية، يعني من أشياء من نبات، أوكي، وعملية تحضيرها سهلة، يعني مادة نشوية، أوكي. لكن عملية التطبيق بصير إنه لو دخلت هاي جسم الإنسان ما إلها سايد إيفكت، ما إلها تأثير سلبي. الحلو بالموضوع تاعك إنه النانو جولد أو اللي أنت سميتيه الرجل النانو، إنه صار عندك إلمام بالمعرفة. الآن نصيحة، فكري بالأشياء اللي حكيتها أنا أول، ترجع وشوف الصورة أنا حطيتها في البداية اللي هي إلها علاقة بهذه، واسأل حالك بالموضوع أنا وين بالنسبة لهذا الإكويشن. هنا سألنا بالنسبة للإكويشن اللي إحنا حطيناها من أول ما بلشنا تقريبا، إنه أنا بدي أستخدم هاي الماتيريال، أنا بصراع بين الهاي كوست تكلفة، بصراع أنا بدي تريتمنت هاي إفيشنسي،
أنا لازم أفكر إن أكون بهاي الزون. هسا أنت موجودة هون somewhere here، ها؟ غالي راح تكون الدواء اللي أنت هتصنعيه غالي. بدك تعمل enforcement إنك ترجعي أفكر مادة نانونية صديقة للبيئة، صديقة لجسم الإنسان. إنها. احنا كنا عنه سوينا مقابلات وسوينا كمان مقابله مع دكتور سامي مخيرزي من النانو، واحنا بحيث نامل ان يتم يعني تبني البحث لقدام في المستقبل ان شاء الله. سلمي على الدكتور مخيرزي، سامي مخيرزي، اوكي. احنا على تواصل، واذا صدفت ونزلت على فلسطين يعني ممكن ان نشوفكم واحكي لكم بالماده اللي ممكن تستخدم بدل الكول، بدل ما تستخدموا ذهب في ماده اسهل ويعني ما راح تكون عاليه التكلفه، ممكن تستخدم بهذا المجال. بس كفكره اشياء انتم ماشيين فيها، برجع وبقول لكم شيء رائع انك تبلش بالنوليدج. انا لازم يكون عندي المام وبعدين بقدر اني امشي باتجاه انه عملية إنه أوه أنا صار عندي نوليدج، طب خلينا أفكر الآن بالتكنولوجي، تفكير بالتكنولوجي شو موجود عندي في الطبيعة. أتذكر دائما هذا الشيء، وأنا بصراحة منبهر ومعجب إنكم أنتوا بتفكروا في في الإشي الموجود عندكم بالطبيعة تاعتكم هذا الشيء، وهاي هي بداية التطور، بداية المعرفة. هاي ماشي، يعطيك العافية أستاذ، وفرح في عندك أي سؤال تاني؟ لا أي سؤال. طيب حاليا في عنا طالب اسمها أروى حسن، خلينا بس نطلع. تفضل أروى. السلام عليكم، أنا الطالبة رند عادل حروب من مدرسة بنات دورة الثانوية مديرية جنوب الخليل 11 علمي. أنا طالب اشتغلت على بحث شاركت فيه بمسابقة الآيزف، كان البحث عن أنه استخدم تقنية النانو في عمل طبقة تكون حامية للأسنان من مسببات التسوس. كانت المادة اللي أنا كنت بدي أستخدمها مادة البوليوريثان، ولكن للأسف كنا بدولة فلسطين المحتلة كانت المادة ممنوع تدخل إلى فلسطين، فأنا قمت بالمحاكاة باستخدام أكياس الشواء اللي كانت فيها مادة بتشابه كثير مادة البوليوريثان، والحمد لله كانت النتائج مرضية. يعني كل الخصائص اللي كنت أنا بدي إياها أو النتائج اللي بدي أتوصل إلها فعلا كانت المادة اللي موجودة بأكياس الشواء بتساعد. فأنا سؤالي، عندي سؤالين. السؤال الأول بيحكي إنه هل أنا بإمكاني استناداً لكلام البروفيسور إنه نستخدم مواد محلية، إني هل بإمكاني استخدم فعلاً المواد الموجودة بأكياس الشواء بتقنية النانو داخل فلسطين وأقدر أخرج بمعطيات ونتائج منيحة؟ والسؤال الثاني، هل بإمكاني إني أكمل في البحث هذا بمساعدة ناس إذا كانت هاي المادة مش ضابطة، وأكمل بالبوليوريثين ولا لا؟ طبعا شكرا على السؤال، وهذا الحكي اللي انا حكيته انت بتاكديه انه اذا صار عندي نرجع باك للماتيريال وفي عنا عدو بيتحكم شو بيدخل وشو بيطلع، فاحنا بنصير نفكر بالموجود. هذا الشيء رائع جدا. نعم طبعا اذا هاي الاشياء اللي انت لقيتي لها زي بدائل باكياس شواء انه ممكن تحلك المشكله، طبعا فكر بهذا الشيء. الأشياء الثانية بالذات في البحث العلمي، البحث العلمي مبني على كمان أشي رئيسي جدا وهو عمل الفريق. okay. بالذات لما بتعلق الإشي بالمواد لازم يكون إنه يكون في عندك فريق عمل يشتغل معاك بهذا الموضوع. يعني كون أنا بتطلع إنه هاي مادة نانونية، قد تكوني أنت مختصة بعلم مواد، في قد يكون عندك كمان كيميائي، قد يكون عندك مهندس كيمياء، قد يكون عند يعني كذا نوع من الهندسة، يكون في عندك ناس بيفهموا باختصاصات الابليكيشن تاعتها. فإذا أنت بدك تنطلقي إن أكمل على هذا الشيء، فكري مين بدي يكون شريك معاك بهذا الاختراع أو بهاي العملية.
ناس انهم يضيفوا للنوليدج. طيب يعني هاي عبارة انتوا الان بتفكروا في اشياء لها علاقة بالمعرفة، ولكن انت ما تقدر. انا الصورة النهائية اللي ختمتها بينت لكم انه في فريق، يعني انا ما لح على بشتغل في فريق، كل واحد بعطي contribution بناء من وين جاي. الفريق قد يكون في مهندس كيميائي، في مهندس مدني، في مهندس في صيدلي، في طبيب، في كل انواع الهندسة، في كيميائي، في فيزيائي، لانه الكل بده يفكر. لو انا بدي افكر بس بالصورة اللي هاي عرضتكم اياها، هاي الصورة لها علاقة كم من مجهود فيها. فيها مجهود المهندس الكيميائي، فيها مجهود الانفايرومنتالست، فيها مجهود الماتيريال ساينس، فيها مجهود الكيميائي، كله هذا اجتمع بس عشان يشكل هاي الكرة اللي انتم شايفينها. اوكي، فهاي شغلة تانية بدك تنتبهي لها. انا الطالب اللي سبقت لما قالت لي انا بحكي بشتغل مع الدكتور سامي مخارزي، انا انبسطت. ليه؟ لانه في ناس عندها الاكسبيرينس، عندها النوليدج، ممكن تساعد بالابداع. فهاي بتصير نقطه رقم اثنين، انه اذا معلمتك معك او معلمك معك انه بيساعدك انه يعطيك النوليدج، الان لما صرنا نكتشف انه هاي الامور تشتغل، لازم ننطلق كمان بالخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه انه طب خلينا نروح على واحد خبير، ايش هاي الماده انا عملت لها اكستراكشن من اشياء من اكياس الشواء، اوكي، وهل هي فعلا مطابقه للماده اللي انا بدي اياها، او اذا هي مختلفه معناها انا اكتشفت شيء جديد ممكن يحل مشكله. طيب فاعتقد الاخوه هون متابعين، واعتقد انهم حياخذوا اسمك وحيتبعوا معك عشان مركز الابداع، وممكن انه يعني نتواصل. كونك شغاله مع الاستاذ سامي مخارزي، اعتقد يعني الاستاذ سامي مخارزي هو اتصال معي، يعني ممكن انه نحكي بالموضوع. شكرا كثير. بروفيسور انا كنت بشتغل مع الدكتور حسين عمر من جامعه بوليتكنيك فلسطين، والدكتور سامي مخارزي من جامعه الخليل. ممتاز جدا، انا مبسوط بهذا الشيء، انه يعني في ترابط بين الجامعات. سلمى عثمان، يعطيك الف عافيه وتسلم. احنا هلا بدنا نكون عندنا اخر سؤالين لانه الوقت صار يداهمنا، فاذا مسك واسامه اذا سمحتوا اخر سؤالين قبل ما ننهي الحلقه. تمام، اخر سؤالين. اول سؤال راح يكون لميرنا، معك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيك العافيه دكتور. وعافيك، وعليكم السلام. أنا الطالبة ميرنا دودين من مدرسة بندورة الثانوية مديرية جنوب الخليل من الصف 11 علمي. بدي أسأل عن إحدى سلبيات تقنية النانو، واللي هي تعطيل الأسواق الاقتصادية، والتي تكون متعلقة بشكل مباشر بانخفاض القيمة المحتملة للنفط، وذلك بسبب وجود وتطوير مصادر طاقة الأكثر كفاءة باستخدام تقنيات النانو. كنت قد ذكرت آنفا أن الولاية التي تقنن فيها وغيرها كثير طبعا من البلدان خاصة الدول الخليجية يعتمد بشكل أساسي على النفط في اقتصاده، فكيف نستطيع تفادي هذه المشكلة؟ طبعا هي سؤال في محله، يعني مبروك، يعني أنا مبسوط كثير إنه يعني في تفكير هذا، يعني خلينا نقول كريتيك، نقد، وأنا هذا بعتبره النقد الإيجابي. دائما في أي تكنولوجيا جديدة، اوكي، هاي التكنولوجيا بتواجه سوق العمل، انه انا دخلت هاي التكنولوجيا، طيب ودخولها ايش حيأثر على الوظائف الموجوده؟ حتلغي وظائف، وانا حكيت لكم اياها، التكنولوجيا الجديده حتلغي وظائف كثيره، وبنصح الجيل الجديد ينتبه، ما تتخصص اشياء بكره حتكتشف انه السوق ما بده اياها. هاي وبالذات لأنك أنت في عالم يعني ثالث، العالم الأول دائما لما بيطلع التكنولوجيا بتأخذ وقت تصل العالم الثالث تطبق، فانتبه إذا بتروح بكرة على الجامعة تقضي فيها 5 سنين، وبعد 5 سنين تكتشف إنه المادة اللي تخصصتها يعني ما إلها سوق، حاليا إلها سوق، بعد 5 سنين ما إلها سوق. أوكي، هاي التحديات هي اللي بتعمل الصراع بين الدول العظمى، مين بده يكتشف الجديد؟ فبتلاحظوا انت اللي انا بلشته صراع الطاقه وصراع المي وصراع الغذاء،
هذول دائما متلازمات مع بعض، سواء مي سواء طاقة سواء غذاء، هي أسباب الحروب. فالآن الحروب صح تقليدية في منها، ولكن في حروب ثانية قاعدة بتصير بالخفاء. يعني أعطيك مثال، مثال الحروب الأدوية، مين بيصنع أول دواء؟ والكوفيد كان أكبر مثال على ذلك. اللي حصل على الدواء سيطر على العالم. فهناك تحديات لا شك، إنه أنا هاي النانو صنعتها تمبروف البروسيس، بس في بروسيس ثانية التغت. وأنا أعطيتكم مثال، إحنا عملناه عندنا هون، لغينا تو بروسيس، يعني الشركات اللي بتنتج هذه البروسيس حتوقف. فعشان هيك دائما الشركات الكبيرة عندها فرع بسموه R&D Research and Development، فرع للبحث العلمي، إنه دائما بدي أكون أنا في تزامن وماسك التكنولوجيا. يعني أنا بدي أسألك سؤال، اتطلع على جهاز الآيفون، إذا معك جهاز آيفون ولا سامسونج ولا أي جينيريشن تستخدم أنت، بعدك شغال على آيفون 4 ولا آيفون 8، أي جينيريشن اللي عندك؟ طيب ليه جبت النيو جينيريشن وشو صار بالجينيريشن القديم؟ طب هو كان شغال وضع ممتاز، ليش التغى؟ التغى بسبب الصراع، أنا لازم أطلع إشي جديد ولا بعدين أنا بموت. هذا صار بكثير بالشركات، ماتت مع العلم كانت شركات عملاقة، كانت شركات عملاقة. يعني طلع على شركات الصالات كانت عملاقة تنتج يعني أشياء كثيرة، والآن وينها؟ وين نوكيا؟ طبعا ليه؟ لأنه الصناعة الجديدة، وهذا اللي أنا بحكي لكم فيه، التكنولوجيا الجديدة قاعدة الآن تسيطر. والتكنولوجيا الجديدة مش بس قاعدة بتسيطر من ناحية على على تكنولوجيا قديمة، لا، صارت تدخل إيش بكل شيء. عشان هيك بتسمع أنت مصطلح Internet of Things، كل إشي دخل فيه تكنولوجيا. مش بس هيك، صارت إيش كمان تدخل بالإنسان. أنت يا إنسان صرت إيش معتمد كليا على التكنولوجيا، صرت تحكي مع التكنولوجيا. أول كانت التكنولوجيا تعتمد إنه لازم تعملها بيدك، اليوم لا، اليوم أنت فيك تراقب بيتك، تتعامل مع أشياء في بيتك وأنت في بلد ثاني. فنعم هناك تحديات، وهي أنا بلشت فيها من الأول، قلت لكم there are a lot of challenges، في تحديات سواء للمي سواء للطاقة سواء للغذاء سواء للديزيز. هاي الأشياء حطيتها أنا challenges للعالم كله مش بس لفلسطين. هاي التحديات مين بيوصل بالأول هو اللي راح يستفيد. التحديات التقليدية اللي كنا أول كانت عملية تطور بطيء، اليوم عملية تطور سريع، في أشياء راح تلغى ما راح نستخدمها تماما، بتروح على دول متطورة تكتشف إنه في أشياء صارت راحت على المتحف، خلاص هاي راحت على المتحف بيستخدموهاش جديد، في تخصصات التغت. يعني ما صار لها لزوم. فيا سؤالك في محله، تحديات دائما موجودة، ولكن تأكدي دائما إن التحديات مهمة بالحياة، الإنسان يتطور بالتحديات. وإحنا عندنا مثل شو بقول، الحاجة أم الاختراع. شكرا على السؤال. شكرا يا ميرنا، وحاليا رح ناخذ آخر سؤال معنا المحاضرة اليوم اللي هي من ضحى محمد. تفضل ضحى محمد. السلام عليكم، أنا الطالبة ضحى محمد شحاد عادل، مدرسة قصر الثانوي للبنات، مديرية جنوب نابلس. يعطيك العافية دكتور، كانت معلوماتك مفيدة وقيمة. سؤالي بشأن دقائق النانو، هل هي آمنة للإنسان والبيئة وأين تتراكم بعد استخدامها؟ هذا سؤال في محله وسؤال رائع، وأنا جاوبت عليه قبل. ولما أنا حكيت الآن النانو، تصنيع النانو بطل يصير ساينس، مش علم، صار أكثر إنه فن، آرت. ليه؟ لأنه صرنا we have the knowledge, we have the technology. لو اطلعوا يعني قبل، بديش أحكي قبل 10 سنين، قبل 20 سنة كانت عبارة عن ثورة ودنيا وكيف نحضر النانو وإيش الآثار السلبية. اليوم النانو، أنا أعطيتكم مثال بسيط، الصدأ، صدأ موجود everywhere، حديد، برادات حديد، وين موجود في صدأ بحياتنا؟ الصدأ لما بنتهي وين بنتهي؟
منتهى عبارة عن إيش؟ تربة سويل، التربة الحمراء. شو هي التربة الحمراء في بلاد في فلسطين؟ شو مكوناتها؟ حديد. إيه؟ هل إذا أنا بتعامل مع التراب وهاي الأشياء هل هي هاي خطرة؟ فإذا أنت تعاملت بأشياء لوكالي وصنعتها من أشياء اللوكالي لما بتنتهي ترجع لوضعها الأصلي، ترجع على البيئة اللي أخذتها منها. وهون نستخدم مصطلح، إذا بتنتبهوا نستخدم مصطلح naturally derived nanomaterial، يعني مواد نانونية حضرت بطرق قابلة أو مشابهة للطبيعة. ما بروح أستخدم مواد نانونية أولا expensive، اثنين طيب شو بصير فيها بعد ما أستخدمها؟ يعني مثلا ما بروح أحضر مادة نانونية من الذهب، لأنه هسا حكيت لكم الذهب بالنانو سكيل أكتيف، مش زيه بالبلك، مش زي الخاتم اللي بإيدك. اثنين غالي expensive. ثلاث لما بدي أخلص من استخدامه شو حيصير فيه؟ هذا ما بقدر أروح بدي أعمل له إعادة تدوير. بينما لو أنا جبت بدل الذهب اشتغلت بالحديد الصدأ، وحاولت إني أنا أستخدمه، استخدمته طبقت فيه انتهى استخدامه، بقدر أرجع لوضعه الأصيل، ارجع صدأ، أو برجعه ارجع صير part of the soil. زي الصورة اللي شايفينها انتو هون، هاي الصورة انتو شايفينها ايش هي؟ مادة نانونية اللي هي هاي اللي هون. هاي المادة النانونية مصنوعة من شو؟ مصنوعة من حديد وتيتانيوم. هاي الحديد والتيتانيوم وين موجود؟ عبارة عن رواسب، رواسب تنتج من الطبيعة. طيب ممتاز، انا بشو بدي استخدمها؟ بدي استخدمها انها تساعدنا بالفلوكوليشن. طيب وبعدين حتنتهي رواسب، طلع على الصورة، شايف الصورة اللي هون؟ انتهت رواسب، يعني بالعربي أنا استخدمتها ورجعتها لأصلها، ساعدتني بالبروسس ورجعتها عند ما بتنتهي. فهاي الأشياء بنفكر إنه اللي بيستخدم المصطلح don't change the culture but improve it، يعني ما تغير التقليد اللي الناس متبعينه، ولكن حاول انه ممكن ان انا اعمله احسن. انا ما بدي اياك تغير طريقه الترسيب، ما بدي اياك تغير طريقه الترشيح، ولكن ممكن تعملها احسن، more environmentally friendly، ممكن اني اعملها انه more efficient. ممكن معناها هون بصير عمليه اللي انا حكيت لكم اياها من الاول، نانو تكنولوجي is an enabling technology or is an integrating technology، يعني دخلت بالبروسيس بس ما غيرتها. اللهم انه نزلت الكوست، نزلت التكلفه وزادت الفعاليه. شكرا كثير دكتور. عندنا مداخله من محمد، فتفضل محمد ثواني بس اعمل لك اني اقدر انك تخليك تعمل ان ميوت. ثواني بس. تمام. اوكي تفضل، هلا بتقدر انك تحكي، بس عرفنا عن حالك وادخل بمداخلتك. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. مشكورين بالله على إنجازاتك وعلى. أنا أخي محمد ما بسمعك أنا. محمد صوتك بس علي شوي لو سمحت. السلام عليكم. بالسلام. يعطيك العافية، يعطيكم العافية جميعا، شكرا لإنجازاتك وعملك وبارك الله فيك. وفي الحقيقة أنا مدرس مادة الكيمياء في مدرسة ذكور يطة الثانوية. وبالنسبة للعنوان كان جدا يعني جذاب وكثيرا متابع لنشأة وإنجازات وما إلى ذلك. أنا كنت في فترة اشتغلت في معي درجة الماجستير في جامعة القدس، اشتغلنا على اللي هي التريتمنت الويست ووتر، كان في كلية الصيدلة للدكتور رمان، لأنه حاولنا نوجد مادة اللي هي طبعا منها كمادة كيميائية نحضرها الأكتاديكال تراميت الأمونيا بروماي، عملية الريموفال للفارماسيوتيكال كومباوندز من الويست ووتر. وبالحقيقة إنه كان عندي أنا بسأل بالنسبة للمادة النانو تكنولوجي، إنه بالنسبة للكوست تعيد التكلفة أنا بقدر أستخدمها في هذا الفيلد ولا لا؟ وبالأخص في عنا مشكلة إحنا في الجنوب اللي هو بالنسبة للمياه العادمة اللي بتنتج من المستوطنات
اللي هو في منطقة بيسموها السيل، مجرى السيل. طبعا هذا كان كثير من المواد هذه المطروحة من كلها بتمر في المناطق الزراعية القريبة لنا في جنوب الخليل، زي مثلا مخيم الفوار أو يطا. فكانت هي مشكلة كبيرة جدا، إنه بدنا نحاول إنه بالإمكان إنه نستخدم طرق، يعني الآن أكثر شيء بيلعب اللي هي الكوست، التكلفة في الشغلة هاي، إنه نعمل مثلا زي محطة لعملية التريتمنت لهي الوسائل، إنه في النهاية نستفيد منها، لأنه هي توكسيك للإنفايرومنت، للهيومبينز أو كل المجالات هاي. بالنسبة للنانو تكنولوجي، أنا بشوف إنه بقدر استخدم مجالات معينة، بشوفش إذا هم بقدر التريتمنت للويست ووتر إذا كان في مجال نستخدم مواد أخرى أقل تكلفة. شكرا أخ محمد. هو سؤالك يرتبط بآخر سؤالين انطرحوا بالنسبة للمواد النانونية اللي ممكن نستخدمها. وبرجع بقول أنا يعني البداية اللي بدأتها أنت صح، إنه أنا بحاول أفكر بحل لمشكلة محلية، وأنت مشكلة موجودة، وأنت يعني حطيت زي ما نسميها إيدك على الجرح، اللي هي المخلفات اللي بتيجي من المستوطنات، بالذات لها علاقة بمياه مجارية وما شابه. طبعا أنا ما بعرف أنت ما الدبار ما كنت تشتغل فيها، ولكن الموضوع هذا بحاجة لفريق بحث، لأن الموضوع بتعلق بده هندسي وبده كيميائي. أما بالنسبة للهندسي، لأنه بهاي الحالة هي عبارة عن مجرى دائم، إحنا ما بنحكي عن مشكلة بركي ولا لا، عبارة عن عندك أنت مجرى فبدك عملية تجميع للمياه. اثنين، نتطرق لعملية الكاركتريزيشن، إيش هاي المياه، إيش الموجود فيها، لأنه قد يكون فيها مواد عالقة فبدك عملية الترسيب، ويكون فيها مواد ذائبة ففيها عملية الترشيح، وقد يكون فيها مواد كمان ذائبة ولكن الترشيح ما بيشيلها، بدك عملية الأكسدي. طبعا النانو دخلت بهاي الثلاث عمليات، ترسيب زي ما انت شايف بالصورة، اوكي، ممكن تساعد بالترسيب، ترشيح اللي انا حكيته بالنسبة للفلترة، وكمان الادفانس اوكسيديشن الفوتوكاتاليسيز. احنا وي ار لاكي في فلسطين عندنا شمس، فاذا اخترعت مادة نانونية ممكن تتجاوب مع الشمس، وهي بسيطة جدا، يعني هاي المادة يعني زي التيتانيا، اوكي، اولا صديقة للبيئة، اثنين سهل التحضير، وثلاث انه فعالة. عمليا الموضوع تاعك اللي انت اشتغلت عليه، اشتغلت على واحدة من هدول، ولكن هاي it is a process، مش بس والله انا بدي اشيل، خلينا نقول فارماسكال كومباوند لما تحكي فيها، لما تطلع على الايكويشن حطكم اياها بالبدايه، هاي بنسميها الايمرجينج بليوتنت. الايمرجينج بليوتنت هاي ادفانس تريتمنت، يعني انت شلت كل شيء من المي، طلع عندك هاد اي. فبهذه الحاله اذا وصلت لها تحضير نانو، functionalizing النانو، هاي الأشياء اليوم موجود، ما يعني أنا أتعجب لأشياء، لحدا بيجي بيقول لك حضرنا مادة نانونية ولا حبيبي، النانو اليوم موجود وصار open public، يعني أنت فيك تعمل literature، في كثير كتب انكتبت بهذا الموضوع، فيك اليوم أنت كيف بتطبقها، هذا innovation، هذا invention، هذا الاختراع، هاي creativity، كيف اطبقها ببروسيس من غير ما اغير البروسيس. يعني انا عندي بروسيس، عندي ويست ووتر تريتمنت بلان، طيب كيف بقدر اعمل مور افيشنت؟ هون بصير لازم يكون التفكير. اما تيجي تقول انا بدي اصنع نانو لاني بدي اشيل الماده الفلانيه من المي، هون انت ما بتحل بمشكله، انت هون بتعطي نوليدج، بس ستيل المشكله بدها انجينير تتنحل، بدها كيمست والإنجينير. أنا بحكي هنا كل الأنواع، يعني بدك تيم فورس، بدك يعني مهندس مدني يعطيك مجال إنه لو بدي أعمل تريتمنت بلانت هون، وبعدين تريتمنت بلانت الطريقة التقليدية إن أنا بدي أعمل أفتح مصنع، هذا أولد فاشن، هذا الفيوتشر بطل يصبر،
اليوم بيشتغلوا على مصطلح المجل، يعني انا بدي اعمل عمليه اني بقدر احطها بسياره، يعني انا لما اخلص من هذا المحل انقلها لمحل تاني. يعني لان بلشت معكم قلت لكم التكنولوجيا صارت اصغر وايش واعلى كثافه واعلى كفاءه، you know؟ هاي الاشياء اللي فكر فيها. البنت الاولى اللي حكت انها بشتغل على موتور والدحل، هذا هاي بدايه خطوه صحيحه، you know؟ اني انا اشتغل تفكير لوكالي، عندي مشكله كيف اعمل بروسيس، مش كيف احضر ماتيريال، كيف احضر ماتيريال. وهالاشياء حلو اذا انا فيش عندي امدادات وانا بدي احضر هاي الماتيريال من الشيء الموجود بالطبيعه، ولكن هذا الشيء موجود بالليتريتشر. يعني انا اعطيتكم امثله عن الصدأ، عندكم أمثلة عن الأيرون تيتانيا، في أمثلة كمان عن الألمينا، في أمثلة كثيرة عن الأورجانيك نانو. أنت فيك تحضر نانو من الخشب، الخشب أو خلينا نقول مخلفات زراعية، هذا الإشي موجود وفيك إنك تعمله لوكالي، يعني إذا نطر ركض ساينس ما بسموها، ولكن كيف تعمله بروسيس؟ هذا الإشي بدك تفكر فيه. يعطيك العافية دكتور، ويعطيك العافية أستاذ محمد. وحاليا عندنا آخر سؤال وآخر مداخلة من غزة عن طريق الدكتور سامي شعت. دكتور سامي شعت تفضل، من الجامعة الإسلامية طبعا. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يعني في البداية احنا بنشكر الأكاديمية على هاي المجهود، وخاصة الدكتور أيمن وأيضا الدكتورة رنا والأستاذ الدكتور نشأت. يعني شخصيا استفدت كثير من محاضرته، ساعدت بها كثيرا. حياك الله. وطبعا زي ما حكى الأخ اللي قدمني، صراحة أنا مش عارفه معنى، مش كاتب كلمة الدكتور، لكن إجمالا شكرا لإله. بشتغل أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية بقسم الفيزياء ومجال اللي هو الماتيريال ساينس أند إنجينيرينج. وفي احنا عندنا فعلا مجموعه بتشتغل، او يعني اسسنا مجموعه مشتركه مع الازهر وفي بعض الاخوه من جامعه الاقصى. وزي ما تفضل الدكتور نشأت، هو الان التفكير كله اختلف، يعني في تخصصات كثير اختلفت، او بمعنى قسم فيزياء او كيمياء لحال او بيولوجي لحال، صارت ما يعني ممكن يكون التخصصات اللي مش مطلوبه كثير. فالمجال الان مطلوب هو ماتيريال انجينيرينج ساينس، واللي هو تقريبا جزء منه النانو تكنولوجي. يمكن احنا بعدك نروح نحكي في البيكو تكنولوجي، ممكن نحكي في الفيمتو تكنولوجي. في تطور العلم، والنانو تكنولوجي زي ما تفضل هو شيء مش جديد، هو قديم جدا، انما توفرت الامكانيات اللي ممكن نكتشف فيها وجود النانو من خلال التكنيكس الجديده اللي اجت. انا بدي احكي بس في جزئيتين او تعليقين حقيقه، انه هو الموضوع اللي يعني بركز عليه الدكتور، يعني من المواضيع الان صارت مهمة جدا في العالم وفي الأمم المتحدة واللي اعتمدوها، وطبعا دولة فلسطين من ضمنها، اللي هي بيسموها الأهداف التنمية المستدامة الـ SDGs أو Sustainable Goals، Sustainable Development Goals، اللي هي رقم 6 بيقول المياه النظيفة أو توفير مياه نظيفة ونظافة صحية على مستوى العالم كله. وهذا الآن كل المشاريع والبروجيكتس والشغل، حتى اليونيفيرسيتيز، كل المؤسسات بتشتغل على تحقيق هذا أحد الأهداف، واللي ممكن يمول تمويل كبير، واللي طبعا بيخدم أساسا البيئة، أو جزء منه هو وجود يعني مياه صحية. وزي ما تفضل الدكتور، هو ممكن يكون في ثلاث مراحل، أو يعني الناس اللي بيشتغلوا في فلسطين، وشفت أنا الدكتور أستاذ دكتور حكمة هلال اشتغل في بعض المشاريع على هيك موضوع، وعندنا بغزة كمان اشتغلوا على موضوع اللي هو إما تنقية المياه، أو يعني خلينا نسميها يعني للشرب، أو يعني زي يعني خلينا يمكن نجيبها بالعربي أو بالإنجليزي، يا إما تنقي للشرب أو نصرفها لاستخدام إما لأكرمكم الله الحيوانات أو لنعيد الزراعة. الشغلة الكويسة اللي بيحكي فيها كمان الدكتور ونصح فيها الإخوة، بس أنا بدي أديها مصطلح هي موجود بس لربما ما ذكروش الدكتور أو يعني غاب عن باله، وهو مصطلح الجرين إيكونوميكس أو الجرين تكنولوجي أو الجرين كيمستري. بمعنى أنه أنا أعمل ريسايكلينج واستخدم إيش هو موجود عندي في البيئة ومتوفر في البيئة، وبالتالي إذا تمكنت من إعادة التصنيع هاي الشغلات بطرق أو من البيئة الخضراء بطرق
أيضا خضراء بكون أنا استطعت أني أحل مشاكل كتير سواء بيئية أو كمان أني أنا أوفر على حالي كتير. بخصوص النانو بصفة يعني شغال في هالموضوع، يعني يمكن أنا بنصح الإخوة والأخوات، يعني سعيد جدا بأن ألتقي مع زملاء أو زميلات إن شاء الله علماء المستقبل، أنه لازم أول حاجة بدي أحضر الشغلة النانو أو أجيب نانو ماتيريال في شقين، في شق أن أنا أجيب باودر أو أحضرها على شكل باودر أو أستخرجها، وفي طريقة تانية كيف أعملها على شكل لايرز وأعملها على شكل ممبرينز أو أعملها على شكل خلينا أحكي فايبرز والأشياء هاي. طبعا الخطوة الثانية أنه أنا أعمل كاركتريزيشن للمادة عشان أفهم بالضبط كيف أعملها أبليكيشن، وين ممكن أستخدمها وكيف ممكن أستخدمها. لازم أدرس الكاركتريزيشن اللي هي الـ XRD، أعملها خلينا نقول السم والتم والـ XBS والخصائص، بحيث أن أنا أعرف بالضبط هل هذا الآن 10 نانو 20 30 40 1 نانو، طيب بعد هيك الشيب تبعها والأمور هذه. طبعا هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة زي ما قال الدكتور أنا بدي أبدأ أدخلها في الأبليكيشن. إحنا يمكن الحمد لله بغزة في المجموعة بتاعتنا اشتغلنا على أنه مثلا نستخدمها في السولار سيل، كيف ممكن نستخدمها في تنقية المياه. في حاجة الآن يمكن الدكتور نشأت بيعرف حاجة اسمها الفوتو ثيرمال أو الهيدرو ثيرمال، في تستخدم في أيضا معالجة المياه بطرق مختلفة. فالفكرة الآن أنه أنا أركز على حاجة اسمها انه بدي اشتغل في مجال النانو بالذات، اني ريسايكلينج اركز على موضوع الجرين، ممكن احضر مواد من نانو من خلال الجرين. وانا بنصح اللي بدي يشتغل في شغل المياه او بدي يشتغل في شغل له علاقه بالميديكال او البيولوجي بصوره عامه، انه يستخدم طرق لتحضير النانو من خلال الجرين سينثيسيس وليس من خلال اللي هي خلينا نسميها الانورجانيك او التفاعلات اللي بتتم في المختبرات سواء الكومبوزيشن والسول جيل او الطرق المختلفه. انما اذا بده يشتغل في مجال البيولوجي، اذا حابب يشتغل في مجال اقصد ابلكيشن يعني في مجال ميديكال للدراجز لتريتمنت الاشياء هاي او حتى في تنقيه المياه، انه يركز على اللي هو تصنيع او الحصول على مواد النانو من خلينا نحكي الجرين سينثيسيس او الميثودولوجي. وانا اشكركم لحسن الاستماع، وان شاء الله يعني احنا بنامل يكون في عندنا تعاون مشترك في المستقبل في سواء مجال النانو او اي مجال اخر. وشكرا لكم ان شاء الله. حياكم الله اخ سامي دكتور سامي، يعني على المشاركه اللي انت حكيته اد يعني فاليو للموضوع، وهو اللي ملخص اللي طرح بالثري سيركلز هون، الأولى والتانية والتالتة، التفكير بالماتيريال، كاركتريزيشن للماتيريال، بعدين إنه أشوف الأبليكيشن. بس قبل ما أروح للأبليكيشن بدي أفكر إيش بدي أستخدمها، هل هي كاتاليست بيوريفيكيشن، أعملها لايرز لايك، أستخدمها مثلاً أدزوربنت removing disinfection، بعدين بفكر بالبروسيس. كي شكرا على المداخلة لجرين كيمستري، وهي اللي احنا حكينا فيها انه فكر لوكالي، وهي هي لجرين كيمستري، وبعدين فكر زيرو ويست سستينابيليتي، او اذا طلع عندي ويست كيف اعمل له ريسايكل. انا سعيد جدا بوجودكم معانا هنا من غزة، واحنا جاهزين بالخدامة لأي شيء تطلبوه من طرفنا من هون، أبحاث أي شيء أنتم ما تقدر تحصلوه، إذا في إمكانية نحصله سواء بيبرز أو أي شيء عندكم عنواننا راسلونا كنا نساعد. وأمنيتنا أن نقدر نزوركم ونعمل أشياء لتحلية المياه بغزة. إحنا في عنا كثير أشياء طبقناها هون وبنحاول أن نأخذها لا 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 لمنطقتنا. يعني في عنا تو ستارت ابس كومباني، واحد اسمها كاربون اوكسيتكس بتتعلق بالسوليد ويست، والثاني اسمها نانو سوليوشن لها علاقه بالنانو، تطبيقات النانو في الطاقه والبيئه. وانا امنيتي انه يعني انه نحاول نساعد قدر الامكان. وزي ما اعطيتكم الاكزامبل للزبار مخلفات الزيتون بتكلفه زهيده جدا، يعني $500، يعني قد تكون اليوم $1,000. يعني تعمل انت small scale that can handle this type of flow rate، بدكش تعمل wastewater treatment plant modular، يعني التكنولوجيا قاعدة بتصغر. صحيح.
وهذا الإشي بيعتمد إنه يعني لما أنا أخلص من هذا أحل المشكلة هون بقدر أخذه وأروح على 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 مصنع تاني عنده نفس المخلفات أو نفس إنه إصارة التكنولوجيا تروح للمصنع مش المصنع يودي المخلفات للتكنولوجيا. وهذا الإشي اللي عامل الثورة أو الثورة الصناعية الجديدة، الثورة التكنولوجية. التكنولوجيا دخلت بكل شيء، ودخول التكنولوجيا صغر الحجم وأعطى بوش أو أعلى للكفاءة. شكرا كثير. شكرا دكتور على يعني التعقيب، بارك الله فيك. حياك الله. أي سؤال أخير أو دكتور. السلام عليكم، آسف على الإزعاج ولكن لدي سؤال أخير. أنا الطالبة رند سويتي الصف العاشر من مديرية جنوب الخليل محافظة الخليل. نحن فريق باحث في مدرسة بيانات دورة الثانوية، قدمنا بحث بعنوان المواد فائقة المثيلية. لدينا سؤال حول أحد فروض البحث، حيث نعلم أن مشكلة هذه الطاقة الكهربائية على شكل حرارة ضائع في أسلاك التوصيل هي نسبة كبيرة. سؤالي هو هل يمكن زيادة موصلية أسلاك النحاس وتقليل الضائع تقليل الطاقة الضائعة على شكل حرارة بتطعيم النحاس بمواد نانوية مثل الكربون وغيره لتقليل مقاومته وبالتالي تقليل الطاقة الضائعة؟ أو هل لديك أي اقتراحات أخرى لمواد نانوية لزيادة نسبة التوصيل؟ أيضا هل يوجد من يتبنى هذه الفكرة لكي نستطيع أن نبحث في مختبرات لتحقيق هذا الهدف؟ طبعا يا أنا أذكر أن حكيت عن هذا الموضوع قبل سنة لما كان موضوع جنرال عن النانو ودخول النانو بالإلكترونيكس، وإنه إذا تطلع على التلفون القديم كيف كانوا صنعوه وشي الوايرز اللي فيه والآيفون تاعك اليوم الجديد، اليوم الآيفون ما بتقدر تفتحه لأنه دخول النانو فيه جوا. يعني أحد الأشياء إنه ممنوع تفتحه عشان السيفتي لأنه فيه نانو ماتيريال. هذا الإشي اللي أنتوا شغالين فيه موجود، ولو هذا الموجود بالآيفون تاعك بالكمبيوتر تاعك اللي هي دخول النانو توبز أو النانو وايرز. طبعا هي these are carbon nanotubes carbon materials. العملية عكسية، دخل النحاس بالكربون أوكي، أو فيك تدخل الكربون بالنحاس، ولكن هنا أنا ما بعرف أنتوا كيف بتصنعوا الماتيريال، هل أنتوا جبتوا الماتيريال هاي ولا لا، لأن عملية التصنيع هاي يعني بدك CVD device. وهذا الإشي أنا برجع بقولكم تصنيع النانو is no longer a science صار art. فإذا بدك تطلع بمجال تطبيقها يعني بدك تطلع إنه هل بقدر أجيب هذا الجهاز، وإذا جبت الجهاز يعني في إنه تمشي بالاتجاه إنه أنا بقدر أعمل محسنات. إذا ما جبت الجهاز بصير عندك الخيار الثاني إنه هل ممكن إني أنا أشتري هاي الماتيريال وأعملها تيست أوكي. فهذا بيعتمد مع مين أنت ماشي بالبحث، هل أنتم ماشيين معكم جامعات أو أي شيء. واثنين يعني إذا كان في مجال للتطبيق على أرض الواقع، هل في شركات عندكم مستعدة تتبنى هذا الشيء؟ ولكن فعليا عملية improving conductivity أو إنه وما شابه هذا الإشي very advanced، يعني موجود ويطبق بالأجهزة اللي بتحكي أنت منها، يعني ما هو جديد. برجع بقولكم لما تفكر بالنانو فكر locally، don't try to يعني زي ما بسموها عندنا هون you don't need to reinvent the wheel. يعني الويل موجود، العجل موجود، ما تفكر ان انا بدي اعد اطلع فكره للعجل، العجل موجود. انت فكر الان الاستخدامات لوكالي، انا اذا بدي احل مشكله لوكالي ايش هي، هل فعلا عندي انا مشكله باسلاك التوصيل وهي اذا انا حليتها ممكن اسوق هذه الفكره؟ لا، انا بقول لك فكري بالتحديات الموجوده عندك. تحديات ايش لها علاقه بشو، ومن هناك احاول ادخل النانو عليها. التحديات عندك يعني كثيرة والتطبيقات سهلة إذا أنا صار عندي النوليدج. الأخ سامي لما حكى من الدكتور سامي من غزة حكى لك green chemistry، معناها بدأ أفكر ها can I use this green chemistry. فكر باتجاه الويست، الويست اللي عندنا المخلفات اللي تطلع من عندنا هذه،
هل ممكن نعمل لها إعادة تدوير؟ أوكي. سواء إلكترونيكس، حتى في عنا كمان إلكترونيكس ويست، ما تفكر المخلفات هي بس محجوزة على على المخلفات الصلبة ولا لا، في عنا إلكترونيك ويست، فكر بإعادة تدويرها. يعني مثلا لو أنا محلك بفكر باتجاه الإلكترونيكس الموجودة في فلسطين، هل في إعادة تدوير لإلها؟ ما في. فكر بهناك، ممكن أستخدم منها أنا إعادة تدوير وأطلع المواد النانونية منها. أي فكر باتجاه كمان إنه يعني إشي معين ما بيتركزي على الكمبيوترات، على اللابتوبس، يعني بتزمش تقولي أي إلكترونيكس بي سبيسيفيك. أي بس كخطوة أولى، إنه أنا بشجع إنك تفكري من غير limitation at the beginning، لأنه بدكوا تعمل أول إشي you need to have the fundamental، you need to raise the knowledge، لازم يكون أنا عندي knowledge في الأول. وبعدين يعني it's like I keep saying this لهذول للطلاب اللي بيجوني من فلسطين، بقولهم في البداية يعني you need to have a fuel، يعني السيارة سواء مرسيدس ولا سواء BMW ولا أي سيارة، في البداية بدها فيول حتى تمشي، بجارد شو الموديل تاعها. الفيول هذا هو النوليدج بالنسبة لإلنا. قبل ما أصير أفكر شو بدي أعمل بدي النانو بلا، لازم أحط نوليدج، لازم أقرأ عن الموضوع، أقرأ عن الموضوع واهتم بالموضوع، حتى لو قريت بأشياء غير احتمالية تطبيقها في فلسطين مش مشكلة، المهم أتعلم أخذ النوليدج، بعدين بصير أفكر لوكالي. بس في البداية you need to look at knowledge as much as I can، لأنه لما بدي أجي أقول أنا بدي أستخدم مادة نانونية الذهب لعلاج السرطان أو أي شيء، طب ما هذا الإشي هذا انعمل قبل 20 سنة، يعني في أبحاث ذكرت بالموضوع وأبحاث طيب أوكي بروح بقرأها بتعلم منها بحط النوليدج عندي، وبعدين بصير أقول أنا في فلسطين الآن شو ممكن أنا من النوليدج هاي اللي تعلمتها أطبق لوكالي. أوكي ماشي، يعطيك العافية دكتور. تفضل دكتور رنا. انت حاطة ميوت. شكرا، يعطيك العافية. دكتور رنا انت حاطة ميوت واحنا مسامينك. دكتور نشأت، بنشكرك كثير اليوم على المحاضرة الشيقة والتفاعلات اللي سمعناها والأسئلة وطولة بالك على أسئلة الطلاب. هاي أطول محاضرة مرأت علينا من بداية استكشاف العلوم، وشكله حتى في لسه طلاب. بنعتذر من الطلاب اللي كانوا يبحطوا على الشات أو على الفيسبوك، بتقدر تتواصل مع الدكتور نشأت على صفحته على الفيسبوك، ولكن إحنا يعني وقتنا انتهى من شي نص ساعة، حديث لا يمل منه، حديث شيق. بنشكر الدكتور نشأت على مشاركته معنا، والدكتور يونس المغير. نشكر طلابنا من محافظة نابلس مسك وأسامة، وفريق العمل اللي بيشتغل معانا من الأكاديمية ووزارة التربية والتعليم. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع الدكتورة لميا العملة من جامعة رايسون بتورونتو، رح تحكي لنا عن الهندسة وليش لازم تدرس هندسة. نشوفكم الأسبوع الجاي وتصبحوا على خير، يعطيكم العافية. إلى اللقاء. يعطيك العافية دكتور، يعطيك العافية كثير جميع على استضافتي لهذا البرنامج، وأنا دائما راح أكون بالخدمة متوفر المساعدة. يعني ما تنسوا أني أنا من هذه الأرض، يعني أنا تخرجت من مدارس فلسطينية، وبدي أستغل هاي الفرصة لشكر المعلم الفلسطيني اللي علموني في مدارس مادمة جنوب نابلس، مدارس عصيرة القبلية، مدارس بورين، مدارس حوارة. يا ريت لو أقدر أذكركم بالاسم لكل أستاذ شارك إنه ساعدني بنولج، أنا ممنون إليك كثير. والمشوار اللي أنا قطعته هون كانت بدايته من شوارع وحارات مادمة. فيا طلاب يلي تسمعوني، إذا أنت بشارع مخيم أو بشارع قرية ممكن انك توصل للعالمية، بس فكر لوكالي في الاول، فكر كيف تقدر تعمل تغيير. التغيير بيبدأ من نفسك. بالتوفيق للكل، الله يعطيكم العافية، وبنظل على تواصل. تمام، يعطيك العافية دكتور، مع السلامة.